مساء الخير يا شباب. المفروض النهاردة هنبتدي نتكلم عن الماركتينج بلان. احنا المفروض دي مش أول مقابلة لينا طبعا، سواء بخصوص الجزء بتاع مهمة التسويق. لو احنا بنتكلم، عشان احنا كنا اتفقنا، عشان الناس اللي حضرت معانا أو الناس اللي ما حضرتش معانا قبل كده، كنا احنا بنتكلم قبل كده أو اتفقنا قبل كده إن احنا هنشتغل على الأساسيات بتاعة الماركتينج خلال الفترة اللي باقية من 2021. والمفروض إن شاء الله من السنة الجديدة هناخد كل شهر كورس كده مع بعض، على حسب الناس محتاجة كورس إيه بالظبط، ونبتدي ناخده طبعا على الجروب زي ما احنا بنعمل بشكل دوري يعني كل شهر. المفروض النهاردة هنتكلم عن الجزء بتاع الماركتينج بلان، البيزكس بتاعتها بالستراكشر بتاعها بيمشي ازاي، واهم التكنيكس في الماركتنج بلان والطرق اللي بنشتغل عليها في الماركتنج بلان بتكون عامله ازاي. طيب لو انت ما حضرتش الاجزاء اللي قبل كده، المفروض دي السيشن السابعه. لو انت ما حضرتش السته الاولانيين بتوع اساسيات الماركتنج، فاحنا اتكلمنا في حاجات كتير جدا مختلفه، ممكن ترجع على اليوتيوب وتلاقي الحاجات اللي فاتت. تمام. طيب الموضوع بتمشي ازاي او اليوم بيمشي ازاي؟ المفروض ان احنا بنديسكاس بنبتدي الشرح في التوبيك اللي معانا النهارده، او على حسب اليوم اللي احنا فيه بنشتغل على الشرح بتاعه، وبعد كده بنبتدي نخش في التفاصيل بتاعت الموضوع بتاعنا، بنتناقش فيه بشكل عام كل حاجة أنت محتاج تسألها أو كل الأسئلة أو أي حاجة أنت خدت بيها نوت وأنا بتكلم، بتبتدي إيه تكتبها معاك، وفي الآخر إيه بتسأل عادي، ونبتدي نتناقش في إيه ونجاوب على سؤالك، أو حد تاني عنده سؤال أو عنده حاجة أو عنده إجابة يقدر يضيفها لك بيبتدي يضيفها لك. الناس تانية عندها تقدر تديل مع بعضها في حاجة يساعدوا بعض فيها، اتس أوكي. بنبتدي الموضوع يكون مفتوح. بعد كده بنخش في الفيز الثالثة، وهو ان انت لو عندك اي سؤال ايا كان ايه هو، بنبتدي ايه نتناقش فيه سوا. تمام. طيب المفروض عشان يعني ندخل على طول وما اطولش عليك، او الدنيا ما تبقاش نطول في الانترودكشن دي، المفروض ان احنا هنتكلم عن جزء خاص بالماركتنج بلان، الجزء بتاع الماركتنج بلان. في الماركتنج مفيش حاجه ثابته، دايما بنوضح الجزء ده وبنقول ان مفيش حاجه عندنا في الماركتنج ثابته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش حاجه اسمها ان انا عندي ماركتنج بلان ثابته، انا عندي بلان بمشي عليها في الماركتنج ثابته. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا او ساعات انت كده بتشوف في البلانز، سواء بلان للماركتنج او بلان للديجيتال او ما الى ذلك، بتشوف بلان معموله لشركه او تمبلت معاك او نموذج للبلان، وتيجي تشوف بلان تانيه تقول والله ده دي مختلفة عن دي، ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ مبدئيا كده لو انت بتكتب نوت عندك، لازم تكتب حاجة مهمة جدا جدا، مفيش بلان ثابتة. يعني انت بتكتب البلان نفسها او البلان اصلا بتاعة الماركتنج نفسها، بتكون بناء او البلان بتكون بناء على الاندستري اللي انت فيها، الاندستري اللي انت فيها او الجزء اللي انت بتشتغل عليه. يعني انت مثلا لو بتشتغل على بلان للعقارات، فهي مختلفه عن البلان لي مثلا لو انت بتشتغل لسيرفيس او اي كوميرس. تمام. طب لو انت مثلا بتشتغل مثلا على مثلا مجال زي مثلا الفواكه او الخضروات، لا ده بيكون مختلف عن مثلا المجال الطبي. تمام. فلما تلاقي نفسك معاك تو بلانز مختلفين عن بعض، اعرف ان مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله ما بين البلان دي والبلان دي، هي بس البلان دي بتسكوب او بتركز على بتركز على الاندستري دي. تمام. بتركز على ايه؟ الاندستري دي. تمام. فيبقى احنا خلينا نقول ان الخطط اصلا التسويقيه، تمام، مختلفه. تمام. مش غير ثابته. تمام. غير ثابته، بيكون حسب ايه الايه المجال نفسه او الاندستري نفسها. تمام. بيكون حسب المجال او ايه الاندستري نفسها، ما فيش عندنا حاجه ثابته. تمام. لذلك لما بنيجي نشتغل على بلان، دايما بنقول ايه، ما ينفعش حد عمل البلان وحد تاني ينفذها، وما ينفعش ان انا حد بعمل بلان في بروجكت معين واجي اعمل نفس البلان دي لبروجكت تاني.
حتى لو الاثنين في نفس الاندستري او حتى الاثنين في مجال مختلف، لا لازما بيكون الموضوع مختلف في الشغل، لازم الموضوع بيكون مختلف ايه في الشغل. ما ينفعش ان انت تشتغل على الاثنين في نفس الوقت، ما ينفعش ان انت تشتغل على الاثنين ايه في نفس ايه الوقت. كل حاجه مختلفه عن الثانيه، كل بلان مختلفه عن البلان الثانيه، تمام؟ عشان بس في ناس كانت دايما عندها مشكله في حته البلان، بتقول انا شفت بلان غير البلان دي، طب انا اشتغل على البلان دي ولا اشتغل على البلان دي؟ فلا، انت خلي بالك ان البلانز مختلفه، البلانز مختلفه. طيب في حاجه كمان لازم تعرفها، ان البلانز مختلفه كماركتنج عن الجزء بتاع الديجيتال ماركتنج. في ناس بتبتدي تشتغل على البلان بتاعت الديجيتال ماركتنج ويقعد يقول ايه الفرق ما بين البلان كديجيتال، تمام، البلان كديجيتال، تمام، والبلان كماركتنج والسوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بلان، ايه الفرق ما بين انا بشتغل ماركتنج بلان، بشتغل سوشيال ميديا بلان، بشتغل ديجيتال ماركتنج بلان؟ لا، تختلف ما بين ان انا بشتغل سواء هنا او هنا او هنا. الديجيتال ماركتنج بلان بتتبني على الماركتنج بلان، يعني انت عامل خطة تسويقية، تمام؟ الخطة التسويقية دي بتكون هي اللي بتوزع كل الشغل بتاع التسويق، سواء اوفلاين اونلاين، بروشور، رولابس، خطة اتعمل كاملة، التيم نفسه، الفريق العمل هيشتغل ازاي، ازاي بتوع السيلز هيكونوا مظبطين او عامل اناليسز للسوق كله، كل حاجة، تمام؟ امبلمنتيشن على كده بتاع الديجيتال، يجي مثلا احنا حاطين في الماركتنج بلان مثلا ان احنا بنستهدف الشريحة الخاصة، مثلا لو احنا مثلا بنبيع، خلينا نقول مثلا بنبيع، مثلا بنبيع، خلينا نقول لابتوب مثلا، تمام؟ فخلينا نقول ان احنا بنستهدف الناس، انا كماركتنج بستهدف الناس اللي بتبيع او الناس اللي شغاله جيمز، الناس اللي بتلعب جيمز، العاب على اللابتوب. فانا ما ينفعش ان انا كماركتنج اكون بشتغل على ده ويجي بتاع الديجيتال يروح مثلا عامل كونتنت بلان او شغل بتاع ديجيتال، يتكلم على الديجيتال ان هو هيعمل ايه، ان احنا بنركز جدا جدا في شغلنا على ان انت تاخد اعلى كواليتي علشان تعمل ديزاينز ممتازه مثلا. طب فانت هنا بتكلم شريحه مختلفه، بتكلم الناس بتوع الديزاينات وبتوع المهندسين بتوع 3 دي ماكس والكلام ده. فما ينفعش ان انت كبتاع ديجيتال تبني شغلك على حاجه ملهاش علاقه باللي بتاع الماركتنج بلاها، على حاجه ملهاش علاقه باللي بتاع الماركتنج بلاها. طيب بعد كده انا خلاص خلصت الديجيتال، طب ايه الفرق بقى ما بين السوشيال ميديا بلان والديجيتال ماركتنج بلان؟ عشان الاسئله دي بيزكس بتتسال في كل سيشن بيكون بنتكلم فيها عن البلان ايا كانت ايه هي، فانا بقيت خلاص حاططها اساسيه لازم نتكلم عنها واحنا بنخش في اي حاجه فيها بلان. طيب ايه الفرق ما بين السوشيال ميديا بلان والديجيتال ماركتنج بلان؟ الفرق ما بين لو انا هتكلم او انا هشتغل على السوشيال ميديا بس، مش هشتغل جوجل، مش هشتغل يوتيوب، مش هشتغل اي حاجه تانية ديجيتال، فانا ببساطه جدا بتكون هي عباره عن سوشيال ميديا بلان. طب لو انا مثلا المفروض هشتغل ديجيتال، تمام، او انا هشتغل سوشيال ميديا واشتغل ديجيتال ماركتنج، فخلاص الموضوع بيبقى معمم معايا، انا هشتغل ديجيتال، ما ينفعش اعمل سوشيال ميديا بلان وانا حاطط في البلان بتاعتي يوتيوب مثلا وتليجرام، سوري، يوتيوب مثلا واعلان جوجل، تمام، او حاجه بشتغلها جوجل او اي حاجات ديجيتال، تمام. يبقى انت ازاي سوشيال، تمام، السوشيال طبعا احنا عارفين ان هي اي بلاتفورم او اي بلاتفورم هي بيكون فيها شات، اي بلاتفورم فيها شات، اي بلاتفورم فيها شات هي بتكون عباره عن سوشيال ميديا، اي بلاتفورم مش فيها شات بتبقى خلاص هي ايه، ديجيتال، تمام. فالحاجات دي اساسيه كان لازم نوضحها كده في الاول ونكون حاطينها في الحسبان علشان ايه، الناس تبقى ايه الدنيا بالنسبه لها واضحه ويبقى عارف الفرق ما بين ده وما بين ده، تمام. طيب حاجه كمان، البلان نفسها لازم تكون متغيره. يعني ايه متغيره؟ يعني ما ينفعش ان انا اعمل بلان
والبلان دي مثلا بتستهدف مثلا سوق معين او شريحه معينه من السوق. طيب لما البلان دي بتستهدف، انا ممكن مع الوقت اغير، فانت طول ما انت شغال في البروجكت نفسه، تمام، طول ما انت شغال في البروجكت فانت بتأدت في البلان، تمام. يعني انت يعني البلان دايما فيها اديت، تمام. البلان دايما النوتس دي مهمه جدا، تمام. خلينا كده عشان ايه، الخطه التسويقيه دايما فيها تعديل، دايما فيها تعديل، لازما تفضل تأدت عليها، تمام. وده بنسميه دايما بحته الكنترول، انت لازما يكون عامل كنترول على البلان بتاعتك تبتدي تأدت عليها، تمام. طيب تعالى كده بقى نخش في التفاصيل بقى، انت ليه اصلا ليه انا دلوقتي ليه هعمل ماركتنج بلان؟ وده بيفرق جدا لما تيجي تتكلم مع حد انت هتعمل له بلان، او حد في السوق انت هتعمل له بلان، ويجي يقول لك ايه والله احنا هنعمل بلان، طب انا مش عايز بلان، انا عايز اعمل اعلان ونخلص ونخش في الشغل على طول. فانت لا، انا لازم اعمل بلان. طب ليه هتعمل بلان؟ يعني انا دلوقتي ليه هعمل بلان؟ يعني ايه الفكره ان انا اعمل بلان؟ انا ايه اللي يخليني اعمل بلان اصلا؟ تمام. اول حاجه لازم ان انت بتشتغل على تحديد السوق اصلا اللي انت مستهدفه، تمام. ازاي البرودكت بتاعي، تمام، ازاي البرودكت بتاعي هيدخل جوه السوق ده، تمام. ازاي المنتج بتاعي هيخش جوه السوق ده، وازاي انا هستهدف السوق ده، تمام. فدي حاجه علشان تحط بلان لازم أن تبقى اساسيه. ازاي هدخل السوق، تمام. دي حاجه اساسيه، انت هتدخل السوق ده ازاي. انا ممكن اعمل اعلان والاعلان ده اصلا يطلع نتائجه مش حلوه، ده لان انت بتتكلم على سوق غلط، السوق مش متقبلك اصلا، تمام. فانت لازما بتشوف التارجت ماركت بتاعك اصلا، البرودكت بتاعك هيدي له بنفيتس ايه. انا دلوقتي ببيع لابتوب، حلو. طب اللابتوب اللي انا بقدمه ده، تمام، هيخش السوق ازاي؟ هل الاودينس الناس اللي في السوق هيتقبلوا المنتج ده ولا لا، تمام. طب هل لو هم متقبلين المنتج اصلا وانا منتج اصلا موجود في السوق، هل الناس دي لما هتيجي انا هنزل تاني ببرودكت، هل هم عليهم كومنتس عليه؟ هل في تعديلات لازم تحصل؟ طب هل انا ماشي بسليم ولا ماشي بسليم؟ طب البلان الجديده اللي انا هبنيها دي هدخل بيها السوق ازاي، تمام. طب ايه تاني؟ لازم تحدد بعد كده كمان ازاي ان انت هتنتراكت اصلا العملاء الجديده، العميل الجديد اللي هيجي لك ده، ازاي انت هتشتغل عليه. انا دلوقتي جاي لي عميل جديد، حلو. طب انا وانا هشتغل على عميل جديد، طب ازاي اصلا، ازاي هجذب العملاء الجداد؟ انا هجذب العملاء الجداد ازاي؟ هل كل ده في البلان؟ ده كتير. يعني انا دلوقتي هدخل هجيب عملاء، حلو. طب العملاء اللي انا هجيبهم دول، العملاء اللي انا هجيبهم دول المفروض هجذبهم ازاي؟ يعني انا هجيبهم ازاي العملاء دول؟ فانت لازما بتحدد ده جوه ايه البلان تاني. طيب ايه تاني اصلا؟ لازم أن يكون في اوبجيكتيف، تمام. اوبجيكتيف بديدلاينز، اوبجيكتيف فورم لازم أن يكون محطوط بوقت محدد. انا دلوقتي والله انا هشتغل مثلا وابيع لابتوبس، بس اللابتوب اللي انا هبيعه ده في مشكله، تمام. طيب انا لما اللابتوب بتاعي ده اللي انا هبيعه ده فيه مشكله، انا المفروض عايز احلها او عايز ادخل السوق ده امتى وفين، امتى وفين وازاي. انا والله عايز ابيع مثلا 5000 قطعه، طيب ال 5000 قطعه دول هبيعهم على مدار وقت قد ايه؟ وعشان تبيعهم على مدار وقت قد ايه، الموضوع هياخد منك بادجت كام؟ طب لما تبيعهم خلال بادجت انت هتكسب كام، تمام. طيب تعالى مثلا اقول ايه، والله انا هدفي ان انا ادخل السوق وابيع. طيب انا ممكن ادخل السوق ابيع قطعه، يبقى انا كده اسمي بعت. ممكن ادخل السوق ابيع 5 قطع، 10 قطع، 20 قطع، انا برضو كده اسمي بعت، تمام. فهنا انت مش محدد، انا بعت في السوق، بعت قطعه 10، 100، مليون. طب انت اصلا مش محدد هتبيع ازاي، تمام. انت اصلا مش محدد هتبيع ازاي، فانت هنا لازم الخطه اصلا علشان اهدافك اصلا والتوقيت، تمام. انا هبيع في وقت قد ايه، هشتغل في وقت قد ايه، تمام. فانت لازم تحدد الاوبجكتيف بتاعتك دي كلها علشان تقدر ان انت تحدد هل انت ناجح ولا لا، عشان تقدر تقيم، تمام، ايه خلينا نقول الاكتيفيتيز او
ايه الانشطه، تمام، الانشطه اللي انت ايه بتعملها في التسويق اصلا، هتقيم شغل التسويق، تمام. هل انا اصلا كشغل تسويق انا ناجح ولا فاشل، انا في شغل التسويق بتاعي ده ناجح ولا فاشل، تمام. حاجه كمان تقيم الميزانيه نفسها. ناس كتير جدا عندها مشكله في الميزانيه، هل انا بدفع قليل ولا بدفع بدفع كتير، هل انا عندي اصلا ار او اي، عندي عائد على الاستثمار بتاعي، في فلوس بتدخل لي ولا لا، انا بكسب ولا بخسر، تمام. طب ده كله لازم تكون انت شغال عليه، شغال عليه في البلان بتاعتك، شغال عليه في البلان بتاعتك، تمام، شغال عليه في البلان بتاعتك، تمام. فهنا من الحاجات المهمة جدا ان انت لازم تكون عارف ايه الفرق ما بين الديجيتال بلان والماركتنج بلان والسوشيال ميديا بلان، وان البلانز عندك اصلا ديفرنس بلانز مختلفة، كل بلان بتكون مختلفة عن التانية، والاسباب اللي تخليك اصلا تعمل بلان، يعني انت ليه تعمل بلان، اعمل بلان ليه يعني، طب ما احنا ممكن يلا بينا ونخش على طول، انا يلا بينا وندخل بقى ايه، نشوف الدنيا بالنسبة لنا فيها ايه، وهنعمل ايه وهنشتغل ازاي والقصص دي كلها، تمام. طيب دي كلها حاجات لازم انت تشتغل عليها وتخلي بالك منها، او الاسباب اللي تخليك ان انت تشتغل اصلا في البلان، الاسباب اللي تخليك تعمل ماركتنج بلان اصلا، تمام. طيب خلينا بقى نقول دلوقتي عشان تعمل بلان، ايه الحاجات الجنرال في البلان نفسها، الجنرال في البلان نفسها، تمام، او ايه المتطلبات اللي عندك عشان اصلا تبقى انت تقدر تبني بلان اساسيه. احنا قلنا ان التسويق اصلا، التسويق عندنا، تمام، في كده ما بين قوسين حاجه مهمه، ما بين قوسين كده ايه، حاجه مهمه جدا، تمام، لازم أن تعمل اناليسز كده، تمام، نعمل كده اناليسز، تمام، لازم أن يكون انت عامل اناليسز، تمام، لازم أن يكون عامل استراتيجي، تمام. لازم أن يكون ايه، اكشن، تمام. بص، اي حاجه هتعملها في التسويق، اي حاجه هتعملها في الماركتنج، هتلاقيها بتتضمن مرحله من المراحل دول، هتلاقي نفسك بتعمل حاجه من دول، يا اما بتعمل اناليسز، يا اما انت في مرحله بتعمل استراتيجي، يا اما بتنفذ اي حاجه. اسال نفسك كده، انت معاك اي بروجكت دلوقتي، اي حد من الناس اللي معانا، او كل الناس اللي معانا، كل واحد معاه بروجكت شغال عليه، سواء هو كل شركه، سواء هو مع كلاينت فريلانسر، او هو صاحب شركه او اي حاجه، لو اي شغل في الماركتنج، هيلاقي نفسه مش خارج ما بين الكوز ده، يا اما هو في مرحله اناليسز، سواء بقى عملاء، سوق، منتجات، الكلام ده كله، يا اما هو في مرحله استراتيجي بيبني كده، بيشوف هيعمل ايه، هينزل ازاي في السوق ده وهيشتغل عليه ازاي، او هو في مرحله الاكشن، هو بقى خلاص شغال على البلان والمفروض بيطبق عليها وبينفذ عليها، وعارف هو بيعمل ايه بالظبط، والدنيا بالنسبه له ماشيه ازاي، تمام. وانت شغال، اكيد اكيد انت في مرحله من دول، فانت لما تيجي تشتغل على البلان، تمام، لازم بتكون فاهم الاناليسز بتاعه السوق بالظبط، فاهم كل حاجه، فاهم نقاط القوه ونقاط الضعف، الويكنس بوينت، والجزء بتاع السوات اناليسز بشكل كامل، تمام. لازم تكون فاهم الجزء بتاع السوات اناليسز بشكل كامل. طب السوات اناليسز دي اصلا ايه بالظبط بالنسبه لنا؟ السوات اناليسز دي بالنسبه لنا يا جماعه هي مديول. يعني ايه مديول؟ يعني انا مش لازم اشتغل سوات اناليسز عشان يبقى انا ادرس السوق، مش لازم أنا اشتغل سوات اناليسز عشان ادرس العملاء، مش لازم أنا اشتغل سوات اناليسز عشان ادرس المنتج، لا، انت ممكن تشتغل باي طريقه تانية عادي جدا. فسوات اناليسز هي مديول. خلينا نفرق دايما ما بين ان انت بتشتغل في الماركتنج عشان تدرس سوق او عملاء او ما الى ذلك، ده شغل ماركتنج، وما بين مديول، لا انت بتطبقه، لا، تمام، ما بين مديول انت ايه بتطبقه. فانت علشان نعمل بلان، بن اناليسز الماركتنج بتاعنا، بن اناليسز ايه؟ الماركت بتاعنا، بنشوف فهم العملاء ايه بالظبط، تمام؟ فهم السوق عامل ازاي؟ ايه النقط اللي انا ممكن ادخل فيها في السوق؟ ايه النقط اللي انا ممكن اشتغل عليها علشان احدد النقط بتاعت الناس اللي هتشتري مني، مين العملاء المحتملين بالنسبه لي؟ كل حاجه ليها علاقه بالسوق نفسه، او كل حاجه ليها علاقه
بتحليل السوق نفسه، تمام؟ مثلا تعالى كده نشوف، لو انا مثلا ببيع، تعال ناخد اكزامبل كده، لو انا دلوقتي ببيع لابتوب، على ذكر الاكزامبل اللي احنا شغالين بيه، ببيع لابتوب. طب انا دلوقتي هبيع لابتوب في مصر، حلوة جدا. طب انا هبيع لابتوب في مصر، ايه نقطة القوة ونقطة الضعف اللي موجودة في مصر علشان ابدا ابيع فيها لابتوب؟ في مصر في يوزد كتير جدا جدا، وفي مصر الناس بتعتمد على الحاجات استخدام خارجي، يعني اي حد في مثلا بره مصر بيبيع بيستخدم لابتوب وعايز يغيره، فخلاص هو بيبيعه، فبيجي في دول زي مصر ودول مختلفة والناس بتبتدي تشتريه، بيبقى كواليتي عالي جدا وبسعر قليل جدا عشان استعمال عليه خفيف جدا، تمام؟ فدي حاجة من الحاجات اللي ممكن تهددني، حاجة من الحاجات اللي هي ايه ممكن تهددني، تمام؟ طيب ايه مثلا في الاوبورتونيتي اللي مفتوحه؟ ان عدد الجيمرز في مصر كتير، والعدد الجروس بتاعه بيعلى، او نسبه الناس الجيمرز بتزيد في مصر بنسبه مثلا 50% خلال كل كوارتر، تمام؟ فخلاص انا كده عندي في اوبورتونيتي ان انا ادخل السوق ده. طيب انا دلوقتي ايه نقط الضعف؟ نقطه الضعف ان انا الطريقه بتاعه البيع فيها صعبه، في ناس كتير جدا بتبيع في المجال والبرايس عالي جدا، تمام؟ السعر هيكون عالي جدا، فدي نقطة ضعف بالنسبة لي. طب نقطة القوة، نقطة القوة ان الشركات المنافسة كلها، انا مثلا عندي بوفر قطع غيار بشكل كبير جدا عن الشركات المنافسة، تمام؟ طيب فدي دي تدرس بقى، تشوف الماركت نفسه عامل ازاي، تدرس ايه الماركت نفسه عامل ازاي، وطريقة الشغل في الماركت عامل ازاي. طيب ايه تاني اصلا بتشتغل عليه في الجزء بتاع البلان نفسها، او الجزء بتاع البلان؟ انت المفروض بتشتغل كل ده، لسه بنتكلم عن الماركتنج بلان في البداية، تمام؟ الماركتنج بلان بتضم معاك ايه وبتشتغل على ايه بالظبط عشان تقدر ان انت تحقق ماركتنج بلان بالنسبة لك ناجح. اول حاجة لازم بتفكر فيها، انت ازاي اصلا حجم الشغل بتاعك، وازاي انت حاطط اوبجكتيف بتاعك على اللونج تيرم وعلى الشورت تيرم، تمام؟ يعني انت الاوبجكتيف بتاعتك ماشيه ازاي، والله ايه الخطوط العريضه والفرص اللي انت هتنجح فيها. والله احنا في حاجه بنستخدمها اسمها سمارت، تمام؟ اوبجكتيف، لازم أن تكون عارف بالظبط الحاجه اللي انت هتشتغل عليها بشكل محدد. انا والله هدفي مثلا، تعالى كده ناخد مثال، هدفي ابيع في اول 6 شهور، تمام، 10,000 قطعه. حلو، انا عارف انا عايز ايه بالظبط، انا عارف انا عايز ايه بالظبط. طب هل انا بيعي لل 10,000 قطعه ده شيء واقعي؟ هل انا من يعني شيء عادي جدا ان انا ابيع 10,000 قطعه في السوق ده؟ هو شيء واقعي عادي جدا، تمام، شيء واقعي. انا ممكن ابيع ممكن ابيع، تمام، 10,000 قطعة، تمام. طيب انت دلوقتي هتبيع 10,000 قطعة، تمام، ال 10,000 قطعة دول بالنسبة لك هم متاحين ان انت تبتدي تبيعهم، بالنسبة لك انت هتبتدي تبيعهم عادي؟ انا ممكن ابيع من خلال الاونلاين، تمام. طيب انا ممكن ابيع من خلال الاونلاين عادي جدا، تمام، خلاص انا لما هبيع من خلال الاونلاين ايه تاني؟ هل انت مثلا الموضوع ده حاطط له وقت؟ تمام، انا حاطط وقت، انا بالنسبه لي هبيع خلال اول 6 شهور، تمام، اول 6 شهور، تمام. طب انت في خلال اول 6 شهور هتبيع 10,000 قطعه، وانا اول شهر هبيع 2000، وبعد كده هبيع المفروض خلينا نقول اول شهر 500، وبعد كده 500 تاني شهر، تمام، بعد كده هنقول مثلا 1000 تالت شهر، تمام، خلاص انا كده بعت في خلال، بعد كده هبيع المفروض كده انا باقي عندي 4,000، انا بنقول 10,000 قطعه، انا هبيع، انا كده نقسمها تاني، هبيع 1000، تمام،
هبيع مثلا تاني شهر 2000، تمام، هبيع تالت شهر 3000، تمام، خلاص. كده آخر بقى شهر بالنسبة لي مثلا، أو الشهور اللي بعد كده، تمام، هبيع مثلا، خلينا نقول مثلا ممكن أبيع مثلا 2000 كمان، تمام. طيب أنا هنا بحسب الأرقام دي بناء على إيه؟ أنا عارف إن الفترة بتاعة الشهر ده فترة ركود، لأن أنا عامل فوق أناليسز بتقول إن أنت خلال الشهور دي ده اللي بيحصل فيها ركود، تمام. عشان في ناس بتغلط غلطة شنيعة جدا جدا، تيجي تقول والله أنا هقسم ال 10,000 قطعة على الـ6 شهور، يبقى أنا المفروض كل شهر أبيع بالتساوي عن بعض. مستحيل طبعا، مستحيل إن أنت أول شهر تبيع زي تاني شهر زي تالت شهر زي رابع شهر. أنت المفروض عندك حاجة اسمها جروس، تمام، بتعلى في الأداء. يعني إيه بتعلى في الأداء؟ يعني أنا لو بعت الشهر السادس زي الشهر الأولاني يبقى أنا عندي مشكلة، يبقى أنا مش بعلى ولا بزيد، يبقى أنا عندي مشكلة. ولو بعت أول شهر كمية كبيرة عن اللي المفترض إن هي تتباع يبقى أنا عندي في حاجة غلط، تمام. فأنت لازم تأناليسز الدنيا كده، وتقعد بورقة وقلم وتفكك كده الشغل بتاعك، وتشوف والله أنت الدنيا بالنسبة لك رايحة فين. والله أنا بالنسبة لي أنا هبيع. طب أنا الناس عندها أصلاً باك جراوند عن البيع بتاعي؟ الناس عندها باك جراوند عن الجزء بتاع البرودكت اللي انا هقدمه؟ هل الناس فاهمه الكلام اللي انا هعمله ده، ولا الناس مش فاهمه، ولا ايه؟ يعني لازم انت تكون عامل حسابك في الاجزاء دي كلها، وفاهم انت شغال ازاي. لازم انت تكون فاهم انت شغال ازاي، مش مينفعش انت تكون شغال وكده وخلاص، مش هينفع. لازم تكون انت فاهم انت شغال ازاي. طيب تعالى الجزء بعد كده، تمام، دي كل ده كله ده كله عشان تبقى فاهم الماركتنج بلان بتمشي ازاي. يعني مش مهم ان انت هتطبق ده على اي تمبلت، ده مش مهم ان انت هتطبق ده على اي تمبلت ولا اي حاجه، قد ما المهم ان انت تكون فاهم الفكره نفسها، تمام، تكون فاهم الفكره نفسها. احنا عندنا شغل التسويق مفيش حاجه زي ما هقول لك تاني وتالت ورابع، مفيش حاجه ثابته. انت فاهم الفكره بتقول ايه، فاهم انت باني على ايه، خلاص الدنيا بالنسبه لك، الدنيا بالنسبه لك واضحه، الدنيا بالنسبه لك خلاص انت فاهم الموضوع ماشي ازاي، وفاهم الدنيا بالنسبه لك رايحه فين. خلاص انت عندك كل حاجة هتكون واضحة بالنسبة لك، وبالنسبة لك الدنيا هتكون تمام. طيب ايه تاني مثلا انت المفروض تخلي بالك منه وانت شغال في او ايه اللي هيوصل له وانت شغال في الكلام ده كله؟ لازم تبقى عارفه، عشان لما تيجي تقول لعميل او تقول لشركة او تشتغل في شركة انت بتعمل بلان ليه، انا مش عايز اعمل بلان، انا عايز ادخل على طول. لا، انت تبقى فاهم الدنيا رايحه فين. لا، ده انا هعمل بلان عشان لازم نشوف هنحدد اوبجيكتيف بتاعتنا ايه. ده انا هعمل بلان علشان اكون فاهم الاستراتيجي بتاعتي، هعمل بلان علشان اكون فاهم الاناليسيس بتاع الماركت رايح فين، وانت هتاخد شريحه سوقيه قد ايه. هعمل بلان عشان احدد انت هيدخل لك كام، هعمل بلان عشان ابتدي احدد لك انت هيدخل لك عائد على الاستثمار قد ايه. لا، انا فاهم، تمام. في هنا هيعمل ستوب، خلاص هو فاهم ان هو بيكلم حد فاهم، ف واي نوت ان احنا نعمل ماركتنج بلان يعني عادي، تمام. طيب ايه تاني انت المفروض هتشتغله على البلان بتاعتك او تطلع منه بالماركتنج بلان؟ الحاجات دي لازم تكون فاهمها جدا جدا، او انت عارف الكور بتاع او الماركتنج بلان دي ايه اصلا، تمام. بعض الناس لما بتخش تشرح ماركتنج بلان، يلا يا جماعه ماركتنج بلان، هتعمل اكزاكتيف سامري، هتعمل اودينس، هتعمل، طب افهم يا بابا الكونسبت نفسه، تمام. يعني انت افهم كده الكونسبت بيقول ايه، وبناء عليه جو اون، تمام. لو انت فهمت الكونسبت نفسه هتبدا تطبق ماركتنج بلان في باي تمبلت، باي نموذج، باي حاجه، هتقدر ان انت تبقى فاهم المايند سيت بتاع الموضوع رايح فين، تمام. طيب تعالى بقى بعد كده ايه تاني لازم تكون عارف. لازم تكون عارف الاوت لاين بتاع الاستراتيجي بتاعتك. انت دلوقتي هتعمل ايه بالظبط، تمام. الاستراتيجي هنا المفهوم فيها ايه، التصور اللي انت هتلعب بيه في ارض الواقع في الماركت نفسه، انت هتعمل ايه جوه الماركت، الخطوط العريضه بتاعه الاستراتيجي بتاعتك. انت دلوقتي ايه الاكتيفيتيز بتاعه الماركتنج
اللي انت هتشتغل وهتتناسب معاك. يعني مثلا انا ممكن مثلا او انا هستهدف الشباب وهستهدفهم عن طريق كامبين عن مثلا عن طريق السوشيال ميديا، او انا مثلا هختار مثلا بوست معين، هعمل بوست في مثلا في النادي الاهلي او مثلا في نادي الزمالك، والله ان انا هعمل جيفتس او هطلع مثلا هدايا على البرودكت نفسه. واحده من الاكزامبلز الاخيره اللي كانت كويسه جدا في الماركتنج بلان الماسك بتاعت كورونا دي، الماسك بتاع الوش، الكمامه يعني. شركه من الشركات طلعتها، وان هي البلاستيك عريض ده علشان الناس ودانها بتوجعها من لبس الكمامه. فعملوا ايه علشان يبتدوا يوضحوا ده؟ بقوا يخرجوه مع منتجات مختلفه في الصيدليه نفسها، بقى يعمل كيس فيه حوالي خمسه ماسكس مع بعض، وفي الخمسه ماسكس دول بيكونوا ملزوقين في علبه بامبرز، بيكونوا ملزوقين في اي حاجات تبع كوزماتكس، بيكونوا ملزوقين في علب مناديل، تمام، ككادو، كهديه مع العلبه نفسها، كهديه مع العلبه نفسها. انا واحد من الناس بقيت لما بجيب حاجه من صيدليه وبلاقي عليها الجيفت دي، لا الماسك عجبني، لا ففرق معايا في حاجه مختلفه، في حاجه مختلفه في الماسك نفسه، مريحني، الدنيا تمام، بقيت اروح اشتريه بقى من الصيدليه نفسه، وانا ولا شفت البراند على السوشيال ميديا، ولا شفته في تي في، ولا شفت له بانر، ولا اي حاجه خالص، تمام. طب دي ايه هنا؟ دي استراتيجي. هو بنى استراتيجي ان هو يطلع الماسكس بتاعته بطريقه تغليف معينه مع الايه، مع منتجات مختلفه جوه ايه، الفارماسي او جوه الصيدليه نفسها، تمام. فانت بقى هتعمل ايه؟ يعني الاوتلاين كده السريع بتاع الاستراتيجي بتاعتك، هتعمل ايه بالظبط؟ تمام، هتعمل اعلان في الراديو، هتعمل سوشيال ميديا زي ما قلت لك، هتعتمد على البرايس البسيط المنخفض، هتبتدي ان انت تشتغل على استراتيجي تساعدك ان انت تشتغل بي تو بي، مثلا هتشتغل بي تو بي بناء على الاناليسز اللي انت طلعتها، انت هتعمل ايه بقى؟ تمام، ايه هلعب ازاي في السوق ده؟ تمام، فهنا احنا هنتكلم في انت هتلعب، تمام، هتحقق، تمام، خلينا اكتب لك الكلام ده، هتشتغل ازاي في السوق، هتنشر نفسك ازاي، تمام، وايه، وتشوف كده، والله انا هشتغل راديو، تمام، هتشتغل مثلا تلفزيون، تمام، هتشتغل سوشيال، تمام. طبعا انت ممكن تشتغل مع اكتر من حاجه مع بعض، تمام، هتشتغل هدايا، تمام، هتشتغل بانر، سامعيني كده ولا الصوت قطع؟ عشان انا النت عندي خرج ودخل، فاكدوا معايا الصوت يا جماعه، بس حد يأكد معايا الصوت؟ تمام تمام اوكي، طيب تمام سامعين. تمام اوكي، طيب خلينا هنا نقول في جزء معين وقفنا عند الاوتلاين. انت في حاجه هنا مهمه جدا في حته الماركتنج بلان نفسها، انت دلوقتي مش شرط في الماركتنج بلان تحدد الطريقه اللي هتعمل بيها ادز، مش ده الاستراتيجي خالص، تمام، دي حاجه من حاجات الاستراتيجي. يعني ما ينفعش يحصل زي ما انا مثلا حصل دلوقتي، انت تعمل استراتيجي ازاي؟ والله انا هعمل اعلانات 1 2 3 4، دي الاستراتيجي بتاعت الادز نفسها، تمام. يعني في فرق ما بين الاد استراتيجي، تمام، يعني في فرق ما بين الاد استراتيجي وما بين الماركتنج استراتيجي، تمام. خلينا نقول ان في اد في فرق ما بين الاد استراتيجي، تمام، خلاص، في فرق ما بين الاد استراتيجي، تمام، وما بين كده الجزء بتاع الماركتنج استراتيجي، تمام. طيب ايه الفرق بقى؟ انت هنا في الماركتنج استراتيجي انت بتشتغل على كل حاجه ليها علاقه بالماركتنج ليك في السوق. يعني انا ممكن يكون من الاستراتيجيات اللي انا هشتغل عليها ان انا هبتدي
انزل في السعر، ان انا اعلي الكواليتي، ان انا احط الوان تجذب الناس، ان انا اشتغل على توزيع مختلف. انا مش هوزع في الصيدليات، انا هوزع في السوبر ماركت. انا الديستريبيوتر او طريقه التوزيع بتاعتي مش هتعتمد ان انا هشتغل في الاي كلاس، انا هشتغل على البي كلاس. تمام؟ فهنا ده ماركتنج استراتيجي، ده ماركتنج استراتيجي. طب الاد استراتيجي بقى هنا طريقه الاعلان نفسها، طريقه ايه الاعلان نفسها، لازم انا اكون واخد بالي في طريقه الاعلان بالنسبه لي ماشيه ازاي. ففي فرق، في فرق، خلي بالك، في فرق ما بين الماركتنج استراتيجيز وما بين الايه الادز استراتيجي، عشان ايه ما تخلطش الدنيا ببعضها وتلاقي نفسك بتعمل دي مكان دي، او بتعمل دي وبتعمل مثلا ادز استراتيجي وتقول انا عملت ماركتنج استراتيجي، او تعمل ماركتنج استراتيجي ما يكونش فيها ايه الجزء بتاع الادز استراتيجي. طيب الماركتنج استراتيجي بيكون ضمه جواها، الماركتنج استراتيجي بيكون جواها الاد استراتيجي، لكن الاد استراتيجي مش بيكون جواها ايه الماركتنج استراتيجي، لان زي ما احنا اتكلمنا فوق كده، انت عندك في دايما لما احنا كنا هنا بنقول ان انت عندك الديجيتال والماركتنج والسوشيال. تمام؟ لو اشتغلت ماركتنج لازم بيكون تحته الديجيتال والسوشيال، لو اشتغلت ديجيتال فبيكون تحته السوشيال، لو اشتغلت سوشيال فانت شغال سوشيال خلاص. تمام؟ لكن هما بالتوالي زي ما احنا ايه عاملينهم كده. ايه تعالى كده ارسم لك علشان الناس تبقى عارفه، بس هي حاجه معروفه، بس برضه عشان الناس تكون الحاجه تروح لها كلير خالص. ادي انت عندك ماركتنج، والماركتنج مبني عليه الجزء بتاع السوشيال، هو ده الترتيب الصح. انت عندك الجزء بتاع الديجيتال تحتيه الماركتنج، تحتيه ديجيتال، والديجيتال ايه تحتيه ايه سوشيال. تمام؟ طيب خلينا كده نرجع تاني نشوف الدنيا فيها ايه. طيب ده الجزء ايه الاولاني او الجزء اللي فيه. طب اخر حاجه بقى في الماركتنج بلان، الحاجات دي لو انت لقيت اي ماركتنج بلان، لو انت اشتغلت على اي ماركتنج بلان لازم بتكون ضمه الاجزاء دي، لازم تكون بتغطي الاجزاء دي باي طريقه، باي اسلوب، باي ترتيب، ايا كان ايه هو. تمام؟ طيب ايه تاني اصلا المفروض ان انت تغطيه، او الحاجات اللي انت لازم تغطيها جوه البلان بتاعتك؟ لازم تغطي الجزء بتاع البودجت نفسها. وهنا انت لازم تقف شويه كده وتفكر انا ازاي هبني البودجت اصلا. تمام؟ هل الكلاينت نفسه، الكلاينت او الشركه نفسها لازم تكون حاطه ماركتنج بلان، حاطه ماركتنج بلان او بيزنس بلان، وجوه البيزنس بلان دي الجزء بتاع البادجت، هي هتصرف كام، او هي شهريا هتطلع للبتوع الماركتنج كام، ولا انا كبتاع ماركتنج لازم أنا اروح اقول لهم والله يا جماعه احنا لازم نطلع بادجت كذا. وهنا يعني ناس كتير جدا جدا بتختلف مع بعضها، يقول لك والله انت كشركه لازم تقول لي انت حاطط بادجت كام عشان اعرف اشتغل واقول لك البادجت دي هتوصلنا لايه. وناس تانيه تيجي شركه تقول لك ايه والله احنا حاطين بادجت كذا، شوف انت بالبودجت دي هتوصلنا فين، شوف انت بالبودجت دي هتوصلنا لفين. تمام؟ طيب هل هنا في حاجه ثابته؟ تمام، في هنا حاجه ثابته انا اعتمد عليها؟ لا. لو الشركه حاطه بودجت اتس اوكي، اشتغل على البودجت بتاعتها وشوف البودجت بتاعتهم دي هتوصلهم لفين، شوف البودجت دي هتوصلهم لفين. طيب لو الشركه مش حاطه بودجت، لو الشركه مش حاطه بودجت بتبتدي انت تطلع لها البودجت بتاعتها، تبتدي تطلع لها البودجت بتاعتها. طب لو الشركه، ترجع تاني، لو الشركه حاطه بادجت فانت بتبتدي تراجع البادجت دي مبنيه على اساس ايه؟ يا جماعه انتوا حاطين لي 5000 جنيه او 6000 جنيه بادجت شهريه، طب ال 6000 جنيه دول بناء على ايه؟ يعني ليه اخترتوا 6؟ ليه ما يبقوش 7؟ ليه ما يبقوش 8؟ ليه ما يبقوش 10؟ ليه ما يبقوش 1000 واحده؟ ليه ما يبقوش 50000؟ فلازم أن تفهم المايند سيت بتاع البادجت الناس دي. تمام؟ يعني حاجه كده، لو الشركه حاطه ميزانيه، تمام، حاطه الميزانيه دي ليه؟ تمام، الشركه دي حاطه الميزانيه دي ليه؟ والله هيجي يقول لي انا حاطط الميزانيه دي لان انا بتاع التكاليف قال لي ان احنا هنطلع من الفلوس بتاعتنا 5000 جنيه كل فتره.
طيب انا ممكن يا باشا ال 5000 جنيه دي تكون بتخسرني اصلا، يعني ممكن تكون اصلا بتخسرني، انت ممكن تكون حاطط لي 5000 جنيه دول، بس 5000 جنيه دول ما بيطلعوش مبيعات، فلما بيطلعوش مبيعات فانا بخسر، تمام. طب ايه تاني؟ انا ممكن يكون انت حاطط لي 5000 جنيه، طب ال 5000 جنيه دول، ال 5000 جنيه دول المفروض ان هم بيشتغلوا على مثلا على ان هم بيطلعوا لي منتجات معينه، والمنتجات دي عشان متداوله وتتباع، بس المنتجات دي بتخسرني، تمام. فيبقى لا انا كده برضو بخسر. طب انا ممكن يكون ال 5000 جنيه دول هم اوفر بادجت، او انا ده بادجت كتير وكبير على الحاجات اللي انا ببيعها. لو انا بتاع اكسسوارز مثلا فانا مش هقدر اطلع لك 5000 جنيه كتير. طب انا لو ببيع عربيات، لا فال 5000 دول اي كلام. طب لو انا ببيع عقارات، ال 5000 جنيه دول ما لهمش اي لازمه، تمام. فانتوا حطيتوا يا جماعه الفلوس دي بناء على ايه، تمام. طيب انا دلوقتي لو هم مش حاطين ميزانيه، انا اقول لهم والله انا عايز اعرف سعر الوحده كام، تمام. الوحده دي مش الوحده العقاريه، لا الوحده دي اللي هي ايتم، لو انا ببيع لابتوبس فانا عايز اعرف كل سعر وحده كام، تمام. كل لابتوب واحد كام تكلفه، تمام. كل وحده كام، تمام. انا لازم بقى يجي لي ارقام عشان ابني عليها، تمام. طب هل انا التارجت اصلا، تمام، الاستهداف بتاعكم كام اصلا؟ انت متارجت تبيع قد ايه؟ هل انت حاطط تارجت، تمام. ما هو انت حاطط ميزانيه، تمام. يبقى انت حاطط اصلا تارجت اصلا، يعني انت حاطط تارجت اكيد. انا حاطط ميزانيه يبقى انا حاطط هدف معين عشان اغطي التارجت ده، لا انا حاطط او مش حاطط ايا كان. طيب فهنا هنعمل ايه؟ هنا انت هتعمل ايه في الجزء ده؟ في الجزء ده لازم أن تكون عارف بالظبط سعر الوحده، وكل وحده هتغطي كام. يعني مثلا انا عندي تكاليف مثلا 100 جنيه، تمام؟ تكاليف، طيب عندي مثلا ببيع المنتج مثلا، او انا عندي مثلا المنتج عندي 300 جنيه، ببيع ب 300 جنيه. طيب انا دلوقتي دي التكاليف اجمالي، تمام، اجمالي التكاليف شحن، ببيع بفلوس الستيك هولدرز، بالخامات، بكل حاجه. طب انا دلوقتي مستهدف ابيع كام، وعايز اطلع على الوحده كام؟ والله انا اطلع على كل وحده، اطلع على كل وحده 50 جنيه تسويق، تمام. طيب انا بقى لما اجي اشتغل ماركتنج، تمام، بحط هنا التارجت بتاعي، والله انا عايز ابيع، هي مثلا نقول هنا 100 جنيه، تمام. فانا مثلا هنا هقول التكاليف بتاعتي 100 جنيه، وانا حاطط مصاريف تسويق 100 جنيه. طيب ال 100 جنيه دول يبقى انا التكاليف الاجمالي، التكاليف بتاعتي 200 جنيه، تمام، اجمالي تكاليف، تمام، 200 جنيه، تمام، 200 جنيه. طيب خلاص يبقى انا التكاليف بتاعتي 100، وحاطط 100 جنيه تسويق، واجمالي التكاليف بتاعتي 200 جنيه، حلو جدا. فانا هنا عارف ان انا كل منتج هيطلع من عندي متكلف 100 جنيه، فيبقى انا ما ينفعش اصرف عليه تسويق اكتر من 100 جنيه. طب انا جيت بقى تحت هنا كده، والله انا عملت، تعالى بس كده نحسب الحتة دي عشان دي مهمة جدا. انا عملت اعلان مثلا او تسويق، بمعنى صح عملت هنا تسويق، تمام، كلفني، عملت تسويق كلفني المفروض ولنفترض 200 جنيه. انا بحاول اجيب ارقام بسيطة علشان الدنيا بالنسبة للناس تبقى مفهومة. طيب ال 200 جنيه اللي انا عملت بيهم تسويق دول، المفروض هنا التارجت احط كام وحدة تتباع؟ المفروض ان انا احط، لو انا صرفت 200 جنيه احط داخل للشركة قطعتين، قطعة مباعة، تمام، دي عدد القطع. والمفروض ان انا ادخل للشركة دخل، تمام، كام؟ 600 جنيه، تمام، لان انا ببيع ب 300، 600 جنيه. والمفروض ان انا ادخل لها مكسب، تمام، كام؟ 200 جنيه. هنا احنا بنحسب الميزانيه، فما تجيش تفتي كصاحب بزنس او انا احط البادجت كده بالنسبه لي باي لك من دماغي. دي طبعا واحده من الطرق، تمام، واشهرهم، تمام، ان انا ممكن اطلع بيها الميزانيه، تمام. فانت لو خدت الحسبه دي كده سكرين، الناس اللي معانا لو خدتها سكرين، او لما تنزل على اليوتيوب تاخدها كده وتقعد معاه تقول له كده بنفس الاكزامبل ده كده، هيفهم ان هو مسعر غلط، ان هو الدنيا عنده فيها حاجه،
فتبتدي ان انت توضح له الكلام ده، تمام؟ يعني دلوقتي انت عندك تكاليفك 100 جنيه، وعندك بتطلع مصاريف تسويق هنحطها 100 جنيه، يبقى اجمالي التكاليف عندك 200 جنيه، فانت هتبيع ب 300 جنيه. طب ال 300 جنيه دي مناسبه مع البيع اللي في السوق؟ اه، الناس بتبيع في السوق ب 400، فانا ببيع ب 300، كويس جدا. طيب انا او مش مناسبه، يبقى انا عندي في حاجه لازم تعوض السعر العالي ده. طب انا دلوقتي والله انا هحط لك بادجت مثلا شهريا، تمام، 200 جنيه مثلا، حلو. يبقى انا التارجت بتاعي ابيع قطعتين وادخل لك 600 جنيه دخل، تمام، ومكسب 200 جنيه، تمام. يبقى انت كده وصلت. طب انا دلوقتي عملت تسويق ب 200 جنيه، تمام، والتسويق ب 200 جنيه ده، تمام، باع لي قطعه واحده بس، يبقى انا كده خسران، يبقى انا كده خسران. طيب انا دلوقتي لا، بعت ب 3 قطع ودخلت 900 جنيه، يبقى انا محقق تارجت عالي. طب انا ما بعتش خالص، يبقى انا حماده خالص، ملوش يعني ماليش علاقه بالتسويق اصلا، تمام. وانت اصلا بتحدد الميزانيه لازم تكون فاهم الدنيا محطوطه ازاي. الكلام ده كله بتظبطه في ايه؟ في الماركتنج بلان بتاعتك. بتظبطه في ايه؟ في الماركتنج بلان بتاعتك، تمام. وانت شغال على جزء البلان، الكلام ده اهم بكتير جدا جدا، ان انت تفهم الفكره بتاعه البلان نفسها، تمام، او الماركتنج بلان، بما اننا بنتكلم عن البيزكس في السلسله دي كلها، عن البيزكس بتاعه الماركت. وانت يهمني ان انت تكون فاهم الفكره بتاعه الماركتنج بلان اهم من الايه، من تخطيط البلان نفسه. تخطيط البلان كده كده بيتخطط، وبنبتدي نأدت ونأدت ونأدت، تمام. طيب ايه تاني بقى؟ حاجه بقى من الحاجات اللي احنا كنا بنقولها مهمه جدا والناس مش بتاخد بالها منها بشكل كبير، الجزء بتاع الابديت بتاعت البلان، او زي ما ساعات بنقول عليها الكنترول بتاع البلان. لازم جدا، ما ينفعش تعمل البلان ويلا يا جماعه ده يعني هو مش قران هنمشي عليه، لا خالص، تمام. انت لازم تكون فاهم كويس جدا 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 انت ازاي تابديت فيها. والله انا دلوقتي عايز ايفالويت الماركتنج بتاعي، تمام. اتكلمنا عن حته ايفالويشن بتاعت الماركتنج دي قبل كده في واحده من الفيديوهات، هتلاقوها برضه على اليوتيوب. ازاي ان انت تحافظ على الماركتنج بتاعتك؟ لازم ان يكون عندك ادراك اصلا، تمام، ادراك بالنتائج، تمام، اللي هي بتيكوال المبيعات، تمام، وكمان الارباح، تمام. انا بتاع ماركتنج لازم اكون عارف انا ارباحنا وبيعنا كام. اه طبعا لازم ابقى عارف. في ناس بتكون شغاله ماركتنج في شركات معينه وهو مش عارف هم بيكسبوا ولا بيخسروا ولا بيبيعوا ولا مش شغال كده على الله، مالوش اي موضوع، ما يعرفش هما بيبيعوا كام. ويجي صاحب الشركه مثلا او صاحب او الكلاينت يقول لك والله انا ما دي سكرك في الشركه، ما اقدرش اقول لك احنا كسبنا كام. يا باشا ما ينفعش، ما ينفعش ان انت لازم اكون عارف انا بكسب ولا بخسر، ما شغال ماركتنج كده لله وللوطن، ما ينفعش، تمام. فانا لازم يكون في حاجات بتقيم الكلام ده كله، تمام. ايه تاني ممكن، تمام، يقيمه تحقيق اصلا الهدف، تمام، تحقيق اصلا الهدف نفسه، تمام. هل انا بحقق الهدف اصلا اللي انا شغال عليه ولا لا؟ هل انا مش بحقق الهدف ده يبقى انا لازم اديت. لو انا بحقق الهدف ده لا، يبقى انا لازم اكمل. مش بحققه يبقى انا لازم اديت، تمام. لا مش حققته، طب ايه اللي انا ما حققتوش؟ ابتدي اعدل عليه وما الى ذلك. فانت لازم، تمام، لازم تكون انت فاهم ان انت حتى كمان لازم تراقب كمان الميزانيه، تمام. لازم ايه؟ راقب الميزانيه، تمام. الميزانية مهمة جدا، انت هشوف انت بتصرف كام، يعني ما تقعدش كده تصرف وخلاص. انت لازم تكون فاهم انت بتصرف كام، لازم تشوف عارف البادجت بتاعتك، لازم تكون عارف الجزء بتاع البلان بتاعتك، الابديتس اللي بتحصل فيها، التغيرات اللي بتحصل في البيزنس نفسه. ساعات البيزنس نفسه بيتغير، يعني مثلا ساعات مثلا ايه، نيجي نقول والله انا احنا جماعة بنبيع منتج معين، بس انا كصاحب بيزنس قلت خلاص احنا هنبيع مثلا، احنا بنبيع لابتوب، حلو. طب احنا مستهدفين ان شاء الله، ان شاء الله فعلى اول السنه، واحنا مثلا في شهر 11 مثلا، او ان احنا او مستهدفين مثلا لو احنا في اول السنه ان احنا في شهر 3 نطلع الاكسسوارز مع اللابتوبس، حلو جدا. انا بتاع ماركتنج لازم اكون مراقب ده وفاهمه، ما ينفعش ان انا اكون نايم كده، حتى لو انا شغال فريلانسر او حاجه وهم عمالين يقضيته وانا يعني على الله كده، ما اعرفش يعني ماشي مع نفسي كده، مش عارف هل الناس دي بتابديت ولا مش بتابديت، هل الناس دي في تغيرات عندها. بعد كده اجي بقى واشتغل ماركتنج واحط البلان بتاعتي وبلا بلا بلا، وفي الاخر الاقي اصلا
انا في تغيرات بتحصل انا مش فاهمها يا جماعه، انتوا هو انا عايش معاكم تمام. فالحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها هي الكور بتاع الماركتنج بلان نفسها، الكور بتاع يعني الفكره بتاعت الماركتنج بلان اصلا معتمد على الكلام ده كله. لو انت فهمت الكلام ده كله فانت سهل بقى بعد كده تطبق عادي جدا في الماركتنج بلان بتاعتك بشكل اساسي عادي، ممكن تطبق بقى فيها ما من غير اي مشكله ايا كانت البلان ايه هي والتفاصيل بتاعتها تمام. طيب بعد كده المفروض ايه تاني؟ بعد كده بقى التطبيق على الايه، انت فهمت الكونسبت، تبتدي بقى امبلمنتيشن بقى. بعض الناس على فكره بتطبق وبتبعت على الميل، انا سوري مش بشوف واتساب او المسجز والكلام ده، بس انا بتابع الميل، الناس اللي بتبعت على الميل، عشان في ناس بتبعت على الميل، الناس اللي بتطبق معانا وتبعت في خلال الاسبوع على الميل اتس اوكي. انا ممكن لو احتاجتوا البلان دي ابعتها لكم بحيث ان انتوا تطبقوا الكلام ده وتقدروا ان انتوا تعملوا امبلمنتيشن زي ما الناس بتعمل على على الشغل بتاعه وتبتدي تكمل. طيب سريعا كده البلان بقى نفسها بتكون عبارة عن ايه؟ يعني احنا كده فهمنا، لو انت فهمت اللي فات فانا ما عنديش مشكلة خالص في اللي جاي، يعني انا ما عنديش مشكلة في اللي جاي. اللي جاي بالنسبة لي لو انت فهمت اللي فات فانا كده بالنسبة لي النهاردة مبسوط جدا، ما عنديش مشكلة لو انت فهمت اللي فات ده تمام. طيب خلينا كده نقول، انا هرجع للشات يا جماعة وهقرا الحاجات اللي فيه، واللي عنده حاجة يكتبها وانا هقول لكم، يعني هقرا الشات ده وهشوف الحاجات اللي بتبعتوها دي تمام. طيب الجزء بقى بتاع البلان نفسها، البلان نفسها بتكون مفصلة للأجزاء اللي احنا اتكلمنا عليها فوق دي تمام، وبتتكلم بقى في نقط أساسية. تعال كده نشوف، طبعا في أول بلان أي بلان لازم بتحط كل الديتيلز بتاعة البروجكت اللي انت شغال عليه تمام. البلان نفسها، البزنس نفسه اسمه ايه، الكونتنت بتاعه، الاونلاين سوشيال ميديا بتاعته عامله ازاي. طيب بعد كده بقى بتشتغل على ايه؟ على نقط خاصه بالبزنس نفسه، ونقط خاصه بالماركت، ونقط خاصه بالجولز والاكشن والاستراتيجي، وبتشتغل بعد كده على الجزء الفاينانسي والاكشن تمام. طيب لو لاحظتوا هنا في اجزاء من اللي احنا قلنا عليها، انت بتشتغل اناليسيز واستراتيجي واكشن، فانت هنا عندك الماركت في جزء الاناليسيز، وعندك الجزء بتاع الاستراتيجي اللي انت بتشتغل عليها كاستراتيجي، وعندك كمان الجزء اللي انت شغال عليه بتاع الفاينانس، والجزء بتاع الاكشن بتاعك. طيب البيزنس نفسه بقى لازم بتكتب البلان سامري، انت البيزنس بتاعك شغال في ايه بالظبط كبزنس، والتفاصيل بتاعته كبزنس ماشيه ازاي، انت البيزنس بتاعك ايه هو اصلا تمام، وبعد كده الماركت بتاعك ايه تمام. طيب حته السمري دي، حته السمري دي حاجه مهمه جدا جدا هقول لكم عليها. السمري دي مش بتتكتب اول حاجه، السمري دي بتتكتب اخر حاجه، يعني هي محطوطه، البزنس ده البزنس محطوطه في الاول، بس انا برجح جدا جدا انها تتكتب في الاخر، لان انت هتطلع السمري بتاعت البلان ازاي وانت ما كتبتش البلان اصلا. يعني انا دلوقتي دخلت وكتبت الفيجن والميشن والكلام ده كله، طب انا السمري بقى بتاع الكلام ده كله بتاع البلان ده كله هكتبها في ايه؟ بعض الناس بتيجي تخش على البلان تروح كاتبه السمري بعد كده تبتدي تكمل في الاخر. طب يعني لا، انت اكتب السمري دي في الاخر تمام، علشان تكون فاهم التفاصيل اللي انت كتبتها كلها تروح حاططها في ايه، في السمري. طب السمري دي لازمتها ايه؟ لازمتها ان انت بعد كده لما تيجي تشتغل على او توري البيزنس بلان بتاعتك لحد، او تراجعها مع انفستور، تراجعها مع بيزنس اونر، تراجعها مع كلاينت، الكلام ده كله، يبقى انت لا يقرا السمري خلاص هو فاهم انت عايز تقول ايه في الورق ده كله تمام. طيب بتحدد طبعا التارجت ماركت واليونيك سيلينج بوينت، ايه النقطه اللي انت هتتراك عليها او هتتكلم فيها وتتك عليها في السوق نفسه علشان تلاقي الناس تجي لك. يعني انا دلوقتي عندي ميزه معينه عند الناس اصلا محتاجه ايه وانا هتك عليه عشان اكون فاهم تمام التفاصيل بتاعتك. طبعا البيزنس جولز، ما ينفعش يا جماعه نبني بلان بتاعت ماركتنج واحنا مش عارفين البيزنس نفسه عايز ايه. يعني انا ما ينفعش اقول والله انا المفروض
عايزين نحقق مثلا عدد مبيعات معينه، والبزنس نفسه هو الاوبجكتيف بتاعته ان هو ينتشر ويعمل اويرنس. طب صباح الفل، انت بتبني ماركتنج بلان في حته وهو اصلا بيتكلم في حته تانيه، تمام؟ طبعا الفيجن والميشن والحاجات اللي اتكلمنا فيها كتير قوي دي، الرؤيه بتاعتك ايه والاوبجكتيف وانت بتستهدف تروح فين، تمام؟ انا كده كده لما هبعت لكم ال لما انا هبعت لكم ال التفاصيل بتاعه البلان دي، او هبعت لكم التمبلت دي، هتلاقوا فيها كل شرح بتاع كل نقطه، يعني كل نقطه فيها الشرح بتاعها والاكزامبل بتاعها ايه بالظبط، تمام؟ طيب البرودكت والسيرفيس بتوعك ايه، التفاصيل انت بتبيع ايه اصلا، تمام؟ والتفاصيل بتاعته، الجزء اللي اتكلمنا عليه وانت بتبني السوات اناليسيس بتاعتك، انت ايه نقط القوه ونقط الضعف بتوعك، ولازم تتاكد يعني تتراك عليهم وتشوف ايه نقط القوه بتاعتك وايه نقط الضعف، ايه الحاجات اللي انت بتتراك عليها كنقط قوه والحاجات اللي انت بتتراك عليها ايه كنقط ايه ضعف، تمام؟ طيب طبعا ده بتاناليزس كله في الايه في السامري. طيب انت بقى الماركت، بقى الماركت ريسيرش بتاعك بيقول ايه، تمام؟ انت هنا لازم تكون عارف التفاصيل بتاعت السوق، السوق بتاعك ايه، الخلاصه بتاعته ايه، بقى المشكله اللي موجوده جوه السوق. والله المشكله اللي موجوده جوه السوق ان احنا بنبيع لابتوب، بس اللابتوب اللي موجوده كلها في السوق ملهاش قطع غيار بتيجي مع مثلا مع لابتوب نفسه، تمام؟ وملهاش اكسسوارز. طب انا ايه السولوشنز بتاعتك؟ ان انا هقدم الاكسسوارز اللي بيحتاجها كل كاتيجوري لوحده، اللي بيحتاجها ايه كل كاتيجوري لوحده، يعني كل كاتيجوري ليه، يعني بتوع الجيمز، بتوع الديزاين، بتوع المهندسين، بتوع البيزنس، الكلام ده، دي كلها كاتيجوريز مختلفه، تمام؟ طب انا بقى بتارجت مين بقى في الناس دول؟ والله يعني كل الماركت ده فيه كذا تارجت، انا بتارجت الناس بتوع الجيمز مثلا، انا الهدف بتاعي الناس بتوع ايه الجيمز، طيب تمام. ايه تاني مثلا انت محتاجه؟ والله السيلز تارجت، تمام؟ انت التارجت بتاعك ايه، انت مثلا هتبيع كام قطعه؟ والله انا ببيع 1000 قطعه في الشهر، تمام؟ طب حلو، طلع بقى التفاصيل بقى بعد كده، وتطلع الكومباتيتورز بتوعك، المنافسين، مين المنافسين بتوعك ونقط القوه والضعف بتوعهم والتفاصيل بتاعتهم. طيب بعد كده الجولز والاكشن بقى، تمام؟ انت الاكشن بتاعتك هتمشي ازاي في السنه؟ طب انت كبزنس لو انت مش عارف انت المفروض السنه دي ايه والسنه الجايه ايه، يبقى انت برضو عندك مشكله، انت لازم تكون فاهم انت رايح فين. الناس اللي بتبني جولز كده لمده شهر واثنين وثلاثه والكلام ده كله، لا انت عندك مشكله، تمام؟ انت عندك يا جماعه ما تبعتلوش الميلات لان انا مش هقدر اكولكت الميلات من هنا، فانا كده كده هبعتها لكم كلهم، يعني هينزل بوست على البيج بيها وهبعتها لكم كلكم، يعني مفيش اي مشكله، او ابعتوا الميل للبيج نفسها بحيث ان يعني تيم المودريشن يقدر ان هو مش هيقدر ياخدوا الميل الحاجات من هنا، يقدروا يتابعوا معاكم ويبعتوا لكم الحاجه كلها، تمام؟ طيب الجولز والاكشن، تمام؟ الجولز والاكشنز بتاعتكم، تمام؟ انت عندك جولز واكشن، لازم تكون فاهم انت هتبتدي امتى وتخلص امتى والاكشنز بتاعتك ايه بالظبط، تمام؟ طيب احنا فاكرين بقى لما كنا من شويه بنقول الاستراتيجي بتاعتك انت هتشتغل ايه بالظبط، تمام؟ انا والله هشتغل ايه في الاستراتيجي بتاعتي، هنزل بالبرايس، هنزل بكواليتي، هنزل بنيو باكجينج، هنزل باد فاليو مختلفه، هبتدي اشتغل على الاد بطريقه مختلفه او في الاستراتيجي بتاعت الاد مختلفه. طبعا هنا في نقطة مهمة، فاكرين لما كنا بنتكلم من شوية الفرق ما بين الادز استراتيجي والماركتنج استراتيجي؟ لو انت تشتغل على ادز استراتيجي انت مش هتحط البرايسنج كاستراتيجي، مش هتحط البرايس كاستراتيجي، مش هتحط البرايس كاست ايه كاستراتيجي، يعني انت هتشتغل عليه على الادز استراتيجي مش هيكون فيها جزء البرايس، تمام؟ لان انا كماركتنج لا اقدر اتكلم في البرايس، كادز لا، كادز انت بتشتغل على اللي بيجي لك من الماركت استراتيجي نفسها، تمام؟ طيب البلايس بتاعك، بلاسمنت انت ايه بالظبط؟ هل هتشتغل على الديستريبيوشن، موزعين زي مثلا الناس بتوع اللابتوب لما بيشتغلوا على الجزء بتاع بيشتغلوا على الجزء بتاع ال ال والله ده احنا هنبيع في مول البستان وهنوزع في مولات مثلا سوق العصر وهنوزع في مولات مش عارف ايه ونوزع في محلات ايه، فدول موزعين، فانا هنزل على الموزعين واعمل لهم نظام بوينت مثلا، تمام؟ طيب السيلز ستاف بتاعك ايه ظروفه؟ مين هم؟ الكلام ده كله لازم تكون معتمد على سيلز ستاف. طب
البروموشن بتاعك بقى والادفرتايزنج. هنا بص لو لاحظتوا الادفرتايزنج جوه الادفرتايزنج جوه الماركتنج بلان. لو انا شغال ادفرتايزنج بلان عشان الناس اللي بتخلط ما بين الاثنين مش هيبقى فيها البرايس ولا يبقى فيها الكلام اللي موجود فوق ده كله. تمام، كبرايس ادفرتايزنج لا انا بحدد بقى التشانلز التفاصيل بتاعتها، الكوست بتاع كل تشانل اللي هتحط قد ايه، والتارجت ايه، ديت بتاعتها ايه. طيب كماركتنج اوفر فيو بقى بتحط الاكتيفيتيز اللي انت هتعملها ومين هيعملها والريزلت بتاعتها ايه، والجزء بعد كده بتاع ايه الفاينانشال في الاول. والله انا دلوقتي كبلان كبادجت هوزعها ازاي، انا هشتغل مع ايجنسي ولا سوشيال ميديا ولا ميل ولا ايفنتس ولا اعمل بانر، وكل واحد في شهر قد ايه وحطيت له بادجت ايه قد ايه. تمام، طبعا الكلام ده كله مشروع وانت بتimplementation يا جماعه، الناس اللي بتعمل بتنفذ، اللي هتاخد الفايل وتنفذ تتابع على الميل تبعت لي والله انا عملت 1 2 3 ده صح ولا غلط، ولا انا الدنيا بالنسبه لي فيها ايه. تمام، بعد كده التشيك ليست بقى لو انت في حاجات انت محتاج تسبورت عليها او تشتغل عليها. تمام، طيب ده كان الجزء بتاع الشرح بتاع البلان نفسها. يهمني زي ما قلت لك تكون فاهم الكونسبت اصلا بتاع الماركتنج بلان نفسه ككونسبت، وازاي ان انت تفكر فيه ككونسبت، وبعد كده الامبلمنتيشن بقى دي تفضل تأدت فيها، نأدت براحتنا زي ما احنا عايزين لحد ما الدنيا بالنسبه لنا تبقى في الايديت زي الفل، ما عندناش اي مشكله، احنا بنأدت كده كده واحنا شغالين. تمام، طيب تعالى بقى كده نشوف، تعالى نشوف اللي عنده سؤال يبعته في الشات ونجاوب على الاسئله كده حته حته يعني جزء جزء. تمام، طيب خلينا يا ريت حضرتك تبعتها. تمام، انا يا جماعه هبعت لكم الحاجات دي مفيش اي مشكله. هننفذ على اساس ايه؟ يعني ايه هننفذ على اساس ايه؟ مش فاهم. عادي لو اي بروجكت عندك يا ياسمين نفذي عليه. تمام، انا دلوقتي عندي بروجكت انفذ عليه او اخد بروجكت انفذ عليه عادي جدا، او ما فيش عندي بروجكت انفذ عليه بشوف انا عندي خبره في ايه بالظبط وانفذ عليها ماركتنج بلان. يعني مثلا انا مثلا مثلا تعالى كده نشوف مثلا اي حد عنده اكسبيرينس في مجال معين. والله مثلا انا خريج مثلا فنون جميله، حلو، فانا بعمل لوحات، اقدر ارسم لوحات عادي جدا واعرف التفاصيل بتاع اللوحات. تمام، حلو جدا، ابتدي بقى اعمل ماركتنج بلان لبيع اللوحات دي. تمام، طيب انا دلوقتي ما عنديش اكسبيرينس في حاجه، والدي والدتي اخويا اختي صاحبي اي حد ليه رؤيه معينه او عنده فكر معين باي بزنس، ابتدي اطبق عليه واخد منه الانفورميشن وابتدي اطبق حتى واخد منه المعلومات الانفورميشن اللي انا ابتدي ايه اشتغل عليه. تمام، طيب ده بالنسبه هننفذ على ايه. لو عندك سؤال تاني فيها عادي يعني ابعتي تاني. تمام، لو حد مش عايز يكتب وعايز يفتح المايك اتس اوكي يعني، بس خلونا بالدور عشان الناس محدش يتاكل حقه يعني. تمام، طيب ايه تاني خلينا كده. ايه الفرق ما بين اليونيك سيلينج بوينت والفاليو بروبوزيشن؟ اليونيك سيلينج بوينت هو انا ايه اللي عند الناس محتاجينه. تمام، وانا احط له بوينت يتباع عليها. يعني الناس عندها مشكله، عندها مشكله في جزء معين ان هي مش بتلاقي اكسسوارز مع اللابتوب. تمام، مش عندها مش عندها مش عندها مش عندها او عندها اكسسوارز، عندها مشكله ان هي مش عندها اكسسوارز مع اللابتوب. دي حاجه ايشوز عندهم مشكله في ده. فانا بعمل اصلا نقطه بيعيه مختلفه، نقطه بيعيه مختلفه، ببتدي ان انا اقول لهم والله انا هوصل لكم الاكسسوارز معايا، الاكسسوارز ايه معايا. طب الفاليو بقى بروبوزيشن، القيمه المضافه، حاجه فيتشرز بقى، حاجه زياده. انا كده كده بطلع اكسسوارز وكل حاجه، بس بطلع كوفر، بطلع مثلا حاجه اصلا مش اساسيه بس حاجه فاليو انا بضيفها، حاجه فاليو انا بضيفها. في حاجه كده ساعات في الناس بتقول ايه الفرق ما بين البنفيتس، الفرق ما بين البنفيتس وما بين الفيتشرز. البنفيتس والفيتشرز البنفيتس انت بتضيف حاجات اصلا اضافه جايه لك، حاجه اضافيه جايه لك. طب الفيتشرز هي حاجات انت اصلا محتاجها وانت بتبتدي تديها له عشان هو محتاجها. تمام، حاجه انت بتحتاجها. تمام، طيب زي مثلا لما تيجي هقول لك، لو انت رحت مثلا مطعم مثلا بتشتري وجبه، تمام،
طب الوجبة دي أصلا مش معاها مثلا عيش، حلو، فبيجي يقول لك والله أنا بقدم لك عيش مع الوجبة دي، تمام، فدي حاجة يونيك. ده الراجل ده بيديني عيش مثلا مع الأكل، تمام، بشكل مبسط جدا. طب أنت دلوقتي رحت والله والراجل ده راح إيه، قال لك الراجل ده بيطلع الأكل في إيه، في سلوفان وحاجات وبيغلفه كويس جدا، فالأكل بيفضل معايا سخن ما بيبردش، فدي فاليو، تمام، هو عامل لك حاجة فاليو مختلفة، تمام. انما لا، العيش لا، دي حاجه بالنسبه لك بنفيتس، تمام. طيب ايه تاني، خلينا كده نشوف الاسئله ايه تاني، تمام. هيك قلت ما ينفعش نحط هدف في شهر او اتنين. طب لو النشاط لسه جديد وعايز اعمل له تواجد على السوشيال ميديا، انا فانا بص بص هو انا الاوبجيكتيف لازما بكون حاطط له اوبجيكتيف على المدى الطويل. انا ممكن عندي حاجه في البلان اسمها لونج تيرم وشورت تيرم، حاجه قصيره وحاجه بعيده. طيب انا ممكن احط اوبجكتيف لحاجه معينه خلال سنتين وانا لسه بتست، بحط له بناء على الاهداف القصيره اللي انا هحطها وانا ماشي بعدل، تمام. طيب انا لو النشاط لسه جديد وعايز اعمل تواجد على السوشيال ميديا، فانا ما اقدرش اخد الريسك اني اتارجت لسنه فاجرب في شهر او اتنين اشوف في عائد ولا في ولا لا، وفي اتباع ولا لا. حلو، انا بتارجت بحط البلان بتاعتي ان انا عايز ابيع في الشهر 400 قطعه، و400 قطعه هيدخلوا لي مثلا 400 قطعه هيدخلوا لي مثلا 4000 جنيه. حلو، فانا هنا حاطط بلان شهر، فانا ببتدي اقول والله الشهر اللي بعديه انا هبيع الاربع قطع دول، انا هخليهم ست قطع، والشهر اللي بعديه الشهر الثالث هخليهم 8 قطعة، تمام. فانا هنا عندي كوارتر، فانا باجي بعد الكوارتر ده اقيس الدنيا بالنسبة لي عاملة ازاي، تمام، اقيس الدنيا بالنسبة لي عاملة ازاي واديت واعمل تعديل على الهدف بتاع ايه اخر السنة. فانا بحط الشهر بضربه في ايه، في 10، بضربه في 12 في السنة، لكن بحسب نسبة الزيادة، انا بزيد بنسبة قد ايه. انا كنت ببيع اربع قطع، لا انا هبيع ست قطع، انا كنت ببيع ست قطع فانا لا هبيع مثلا 5000 قطعه، تمام. فبشوف ايه الفروقات اللي انا اقدر احققها، ايه الفروقات اللي انا اقدر ايه اقدر احققها، وبحط تارجت معايا، تمام، بحط تارجت كده وابتدي ايه ان انا احط كل تارجت بالنسبه لي بيتوسع بنسبه قد ايه، تمام. طيب حضرتك قلت، انا برضو هرجع السؤال تاني عشان ابقى اتاكد ان انا يعني جاوبت الإجابة اللي تفيدك. حضرتك أنا قلت ما ينفعش أحط شهر أو اتنين. طيب لو نشاط لسه جديد عايز أعمل تواجد على السوشيال ميديا، فأنا ما أقدرش أخد الريسك إني أتارجت لسنة، أنا مش هتارجت، أنا هبلان لسنة قدام، فأجرب في شهر أو اتنين وأشوف في عائد ولا لأ. تارجت لشهر أو اتنين، حطي البلان بتاعتك شهر أو اتنين، وزي ما قلت لك ابني إيه على الجروس بتاعك أو الإيه المدى البعيد بتاعك. لو الدنيا بالنسبة لك تمام، الإجابة واضحة، خلاص قولي لي أه تمام. كيف ادخل خطه السوشيال ميديا وخطه السيو داخل الخطه التسويقيه؟ انت مش بتدخلهم جواها، انت بتبني، مش بتدخلهم جواها خالص يا محمد، انت بتبني الماركتنج بلان، حلو، وبعد كده بتجيب بقى السوشيال الديجيتال ماركتنج بلان وتبنيها بناء على الاوبجكتيف اللي طالعه من الماركتنج بلان. يبقى انت عندك تو بلانز، عندك تو بلانز، تمام. طيب احنا لو قلنا انا عندي في الماركتنج بلان ايه التشانلز اللي هشتغل عليها، والله انا عندي فيسبوك انستجرام مثلا وهشتغل مثلا رولابس او راديو. طيب فيسبوك وانستجرام بروح كده لبتاع السوشيال ميديا وبتاع الديجيتال واقول له والله احنا دلوقتي الماركتنج بلان اهي، واحنا هنشتغل على فيسبوك وايه وانستجرام وهنشتغل مثلا يوتيوب. ده اللي بتقوله، ده الماركتنج بلان. اعمل لنا بقى خطه بتاع الديجيتال ماركتنج تتضمن الاهداف بتاعتنا اللي موجوده في الماركتنج بلان على ايه السوشيال ميديا، تمام. فهي بتمشي كده، وده على فكره غالبا بيحصل في الشركات الكبيره بس ده في مصر يعني. يعني لو شركه كبيره بيجي بتاع الماركتنج مانجر يروح عامل ماركتنج بلان، ويروح بتاع في حد تاني غيره، حد تاني غيره مش هو ماسك ديجيتال ماركتنج مانجر، تمام، فيبتدي يقول له والله انا عندي ديل بلان، ويا جماعه يا بتوع الديجيتال دي البلان بتاعت الماركتنج، اتفضلوا اعملوا لي ديجيتال ماركتنج بلان. ويجي اللي بتوع السيلز يقعد معاهم ويقول لهم دي البلان، ابتدوا ايه ظبطوا لي السيلز بتاعكم، البلان بتاعتكم تتناسب معاها. ويجي مثلا بتوع الاوفلاين، تمام، او بتوع التي بي، يقول لهم والله نادية هنا معانا بتاعت الاوفلاين هتبقى فاهمه الكلام ده برضه، احنا يعملوا لي ايه الخطه بتاعتكم وهننزل ازاي على ارض الواقع، تمام. فدي نقطه
مهمه. فانت بتوزع، انا ماركتنج مانجر ببتدي اوزع الادوار بتاعي. ارجع في سيشن اللي هي الثانيه او الثالثه مش فاكر، عن الاستراكشر بتاع الموضوع كله، الاستراكشر بتاع الشغل بتاع الماركتنج اورجنايزيشن. هتلاقي فيها ماركتنج اورجنايزيشن في التايتل بتاعها على ما اتذكر. لو ما لقيتهاش ابعت لهم على البيج وهم هيقولوا لك اني واحده بالظبط مكتوب فيها الكلام ده، التقسيمه ماشيه ازاي وازاي ترحل من ده لده لده. تمام. طيب اهم عناصرهم ايه؟ يعني ايه اهم عناصر ايه بالظبط؟ انا مش فاهم اهم عناصر دي عايده على ايه بالظبط، فلو توضح لي يبقى تمام. ممكن توضح تاني جزئيه التسعير اللي هو حسبه التكلفه والتسعير والسعر الاجمالي والماكس. بص انا دلوقتي عندي تكاليف، تمام، عندي تكاليف، فببتدي اشتغل على التكاليف دي ان انا بحط عليها مصاريف التسويق، يبقى اجمالي عندي التكاليف، اجمالي عندي تكاليف ايه كامله. طب التكاليف الكامله بتاعتي دي المفروض، تعالى كده ممكن ايه نعمل لكم شير سكرين تاني للحته دي ونشوف الكومنت بتاعها اوضحه لك اكتر. فين هنا كده نطلع. ايوه بص انا دلوقتي انا فين التكاليف هي دي. انا دلوقتي ببيع مثلا المفروض التكلفه بتاعه اللابتوب انا، او مثلا التكلفه بتاعه الاكسسوارز 100 جنيه، تمام، وانا المفروض في السوق عندي بيبيعوا ب 300 جنيه، في السوق بيتباع ب 300 جنيه، فانا هحط تكلفه تسويق 100 جنيه على كل قطعه، يبقى اجمالي التكاليف اللي هي الخامات وما الى ذلك والكلام ده مع اجمالي التكاليف بتاعه الماركتنج كام؟ 100 و100، يبقى اجمالي 200 جنيه، وانا هبيع ب 300. طب انا دلوقتي جيت حطيت ان انا معايا مثلا هطلع ميزانيه، او انا صرفت 200 جنيه، فال 200 جنيه دول، 200 جنيه دول المفروض ان انا 100 جنيه مصاريف تسويق و100 جنيه مصاريف تسويق، فانا المفروض ادخل لهم 600 واطلع مكسب ايه 200، لان انا بقسم ال 300 دول لثلاث حاجات. ال 300 دول ثلاث حاجات، ال 300 اوضحها لك هنا اكتر، تمام، ال 300 ادي 100 تكاليف، تمام، زائد 100 المفروض تسويق، زائد 100 مكسب، تمام. فانا عندي ايه المفروض ان انا هعمل تسويق ب 200 ايه جنيه، عندي تسويق ب 200 جنيه، فانا المفروض عندي تسويق ب 200 جنيه، تمام، انا المفروض ارجع له مكسب 100 جنيه، المفروض ارجع له ايه مكسب ايه 100 جنيه، تمام. فانا كل 200 جنيه هصرفها، كل 200 جنيه هصرفها لازم انا ارجع له بيها ايه المكسب بتاعها، لازم ارجع له ايه المكسب بتاعها، تمام. ده الجزء بتاع، لو برضو في اي سؤال فيها لو في اي سؤال فيها يبقى تمام يعني، تمام. لو يعني نادية لو في حاجة برضو قولي لي وتاني، تمام. طيب مرتبط بالتخصص بتاعي لازم اعمل كل انواع البلان، مرتبط بالتخصص بتاعي لازم اعمل كل انواع البلان. لا هو مفيش حاجة اسمها لازم، هو استراتيجيات يعني. الموضوع زي ما انا قعدت قلنا في الاول مرة واتنين تلاتة، الموضوع استراتيجيز. انت الاستراتيجي بتاعتك بتقول ايه؟ اعمل بلان على حسب الاستراتيجي بتاعتك، مش لازم تعمل كل البلانز يعني. انا بس عايز افهم يعني ايه يا منى كل البلانز؟ كل البلانز دي قصدك ديجيتال وسوشيال وماركتنج بلان، ولا اندستريز مختلفه؟ انا مش فاهم يعني، لو تحاولي توضحي لي. لكن انا مش لازم اعمل كل ده. انا دلوقتي لو حد مثلا مننا عنده مثلا اخت المفروض ان هي بتبيع اكسسوارز مثلا من البيت، هي مش هتعمل ماركتنج بلان، هتعمل ماركتنج بلان على ايه؟ هي بتبيع اكسسوارز من البيت، فممكن تخلي حد يعمل لها سوشيال ميديا بلان او ديجيتال ماركتنج بلان. هي دي هتعمل ماركتنج بلان على ايه؟ هي ولا هي مؤسسه كبيره، ولا عندها مصاريف تكاليف كبيره، ولا عندها شحن ومش عارف ايه، ده هي بتنزل العتبه تجيب الاكسسوارز وتروح، ما عندهاش اي مشكله، تمام. فلا مش لازم ده انت بتتكلمي على، لو انت بتتكلمي على كل انواع ايه البلانز بنفس ايه الطريقه، تمام. طيب المشكله اني مسؤول عن المبيعات محمد، او انا المشكله اني مسؤول عن المبيعات والتسويق بشكل عام، عناصر خطه التسويق السوشيال ميديا. طيب بص انت دلوقتي مسؤول عن الاثنين، حاول تفرق ما بين الاثنين، تبقى انت يعني انت كده وضعيتك وضعيه الايه الماركتنج مانجر. طب فانت بتعمل ماركتنج بلان، وانا بتعمل ماركتنج بلان، بتروح لبتوع الديجيتال تقول لهم يا جماعه اعملوا لي بلان تحقق لنا التارجت دي، ويا بتوع المبيعات يا جماعه اعملوا لنا بلان تتحقق لنا التارجت دي،
وتقعدوا انتوا الثلاثه، الثلاثه سيكشن بتوع الديجيتال وبتوع السيلز والماركتنج اونر بتاعهم، يا جماعه احنا خلاص دي ماركتنج بلان وهن امبلمنتيشن عليها از ديجيتال بالطريقه دي واز سيلز بالطريقه دي، تمام؟ دي حاجه. حاجه تانية، خطه عناصر خطه السوشيال ميديا والسيو. بص ما فيش حاجه اسمها عناصر، انت بشكل عام البلانز مختلفه، لكن اي بلان زي ما احنا كنا بنقول قبل كده لازم انت تطمن الاناليسز تاناليسز وتشوف الدنيا فيها ايه، وبالنسبه لك الماركت عامل ازاي والاودينس والكلام ده، وتبني عليها استراتيجي، وبناء على الاستراتيجي تعمل اكشن، مش لازم بروسيس معينه. والسي او بتضمن عندك ثلاث حاجات مهمين جدا، عندك حاجه اسمها الاون بيج والاوف بيج والتكنيكال، تمام؟ عندك حاجه اسمها اون بيج، تمام؟ انت لا يعني لازم البلان تتضمن الكلام ده كايه، كسوشيال ميديا. انا مش عارف هو ليه مش عايز يكتب اهو بدأ اون بيج، تمام؟ والاوف بيج، تمام؟ والجزء بتاع التكنيكال، تمام؟ الثلاث اجزاء دول، الثلاث اجزاء دول مهمين جدا، يعني دول الحاجات اللي انت الثلاث حاجات اللي انت لازم انت تخلي بالك منهم ك ك ك ك ك كشغل بلان بتاعك يعني، تمام؟ جهاد ما حضرتش من الاول، ممكن اللينك او انا مش عارف لينك ايه، بس هو عموما لو لينك الفيديو فهو لسه هينزل على اليوتيوب، اول ما ينزل بينزل على الجروب او على البيت او عندي، تمام؟ بس دي كل الاسئله اللي موجوده. لو حد عنده، لو حد عايز يفتح المايك يدسكاس حاجه معينه قبل ما يقفل اتس اوكي، يعني مفيش اي مشكله. لو حد عنده كومنت او عنده كويتشنز معينه باخد اتس اوكي. مين خلاص تمام اوكي. السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ منى. ازيك يا منى، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا مستر محمود؟ تمام. بروجكت الساعات صح؟ صح، انت الايه؟ البروجكت بتاع الساعات صح؟ بروجكت تاج هاورس. اوكي تمام. بالنسبه للسؤال اللي انا كنت بعتها على الشات، انا قصدي ان انا المفروض ان انا اعمل كل الماركتنج بلان، سواء السوشيال والسوشيال ميديا والكونتنت بلان والاستراتيجي بلان وكده. لا، هو على حسب السايكل بتاعت البيزنس نفسه. البيزنس نفسه اصلا كبير لدرجه ان احنا نقسم الفروع ده، زي مثلا استاذ محمد ابن عيسى، ده بن عيسى استاذنا الفاضل محمد بن عيسى. لو هو مثلا هو يتحمل ان هو يعمل كده، لان هو عنده سيكشن، عنده ناس بتوع سيلز، عنده ناس بتوع شغالين ديجيتال وهيشتغل اي سي او، فلازم يكون في بلان ليها ستراكشر وشغاله ورا بعضها، تمام؟ انما انا لو البروجكت بتاع السكيل بتاعه صغير، انا ليه هعمل كل ده؟ البزنس نفسه اصلا ما فيهوش الان ديتيلز الكبيره اللي محتاجه تدوكيمنت بطريقه كبيره، فاهمه؟ بس انا يعني لو انا عايزة اخد خبرة عنها فممكن ان انا اعملها على اي لا، لو عايز جزء تاخدي عندي. خبره عنها ترميليها عادي جدا، ما فيهاش مشكله. لو لا يعني هنا بقى الاوبجكتيف بتاعها، لو انت عايز تاخدي عنها خبره عادي اعملي عنها، ما فيش اي مشكله. تمام اوكي. تمام. طيب انا عندي كام سؤال بس بره اللقاء. تمام. طب خلينا نشوف كده لو حد عنده حاجة هنا. اوكي، مش عنده نخش على البورتال التالتة، مفيش مشكلة. تمام. انا عندي كام سؤال بس بره اللقاء النهارده. ماشي، مفيش مشكلة، بس نشوف بس حد عنده سؤال في الماركتنج بلان قبل ما نقفلها ولا لا، فاهم؟ فاهم قصدي؟ وبعد تمام كده نخش في تمام الأسئلة. اوكي تمام تمام اوكي مفيش مشاكل. تمام اهلا يا استاذ محمد، انا ياسمين. ازيك يا ياسمين، عامله ايه؟ الحمد لله. هو انا كنت بدرس دبلومه 3 شهور وخلصت امبارح عن البيزنس ماركتينج، وعملنا بلان كامله، وامبارح الحمد لله خدت فيها اكسلنت، يعني كانت اعلى درجه، وكنت عامله برودكت جديد خالص هيفيد الناس حاليا في الفتره دي، تمام. فانا حابه ابعتها لحضرتك طبعا بالميل، بس معلش رد عليا لان انا بعت قبل كده 2 ميل وحضرتك ما ردتش متهيألي عليا. لا، انا اكيد رديت. نو no, انا ما كنتش رديت. حضرتك يعني تاني ميل انت رديت عليه بس بعدها بأسبوعين مثلا، وما عطتنيش فيدباك عن الشغل اللي انا عملته، فعشان بصي، كده هو في اسبوعين كده اصلا من فتره دول سقطتهم على كل حاجه، فدول يعني كان يعني اكسكيوز عندي، انا بعتذر لك عليه، بس كانت حاجه غصب عني في خلال الاسبوعين دول. بس لما رجعت رديت على الميلز كلها. بس هقول لك على حاجه، الميل اللي انا ما رديتش عليه اعمل ايه؟ عليه ريبلاي. أعمل إيه؟
يعني اعملي لي عليه ابعدي يعني ابعته لي تاني. ابعته تاني. ماشي. تمام ما فيش وكمان بعد اذنك الحلقه دي يعني انا اضطريت في نص كده اقوم اعمل كذا حاجه وكده، فممكن تنزلها حضرتك بكره يعني على طول نزلها، بحيث ان يعني لو بكره بحيث ان احنا المعلومات لسه في بالنا فنسمعها تاني ونستفيد ماشي بشكل حاضر افضل. مفيش مشكلة حاضر. اوكي. وانا لو حابه حاليا اقدم على شغل او انترنشيب، الافضل اقدم على شغل ولا انترنشيب؟ الفرصة اللي تجيلك ادخليها ايا كان دي او دي. ما بص هتكون بقى في مجال، هتكون في الماركتينج نفسه ولا في البيزنس بص ديفلوبمنت ولا ايه؟ اي فرصة تجيلك ادخلي فيها. بس على حسب برضو الاوبجكتيف بتاعك، انت اصلا عايزه تجوين في الماركتنج ولا في البيزنس. بس لو قدامك الفرصتين خشي الماركتنج الاول، بعد كده اطلعي للبيزنس ديفلوبمنت. اوكي تمام. تمام. مرسي جدا. هو ينفع في فرص تدريب متاحة مع حضرتك لو في حد بص هو قدام في يعني قدام في خلال السنة الجديدة، في أول السنة الجديدة في هيكون في إيه؟ حلو قوي؟ تمام. طب تمام؟ حضرتك طبعا هتعلن يعني عن طريقة التقديم. إن شاء الله. اوكي. انا قولي. ممكن كمان ابعت لك الابديت للسي في بتاعي وكده. ماشي مفيش مشكلة، أي حاجة ابعتيها على الميل سواء أنتي أو أي حد من الناس اللي موجودة، ما أي مفيش أي مشكلة أيا كان. حلوة قوي، الله يعزك. شكرا لحضرتك، عفوا. وبجد حابة اشكرك على اسلوبك الجميل معانا. شكرا جدا بجد. تسلمي، ربنا يوفقك ويوفقنا جميعا. تمام شكرا جدا. عفوا. لما تمام. كيفية حساب النتائج للمعمل وبيقدموا خدمة فحص الكورونا من الماركتنج بلان؟ يعني أنا مش فاهم إزاي إن أنا أحسب النتائج. طب النتائج لإيه بالظبط؟ هل النتائج عاد الـ ROI ولا النتائج دي للأكتيفيتيز ولا النتائج لإيه بالظبط؟ مش عارف يا أسيل المقصودين النتائج إيه؟ اوكي طيب. يعني هما المفروض ان انا اعمل لهم ماركتنج بلان وكده، ف يعني احساس بعدينك انا هعرف كيف الليد جنريشن او البيشن اللي جاهم من الماركتنج اللي انا عملتها او من السوشيال ميديا او من الحاجه دي. سو انا كيف هحسب الحاجه دي بعدينك، او اعرف ان البيشن ده جا من البوست اللي انا عملته او الحاجه اللي انا عملته. طب حلو، الماركتنج بلان بيكون فيها اوبجكتيف وكي بي ايز. يعني انا حاطط ثاني اوبجكتيف. حاجة. طب اجاوبك على الاولانيه ونخش في الحاجه الثانيه. بص احنا كنا بنتكلم واحنا بنشرح كنا بنقول ان في ان في حاجه اسمها السمارت. تمام. كنا بنتكلم عن ان احنا واحنا بنحط الاوبجكتيف لازم نحط الحاجه سبيسيفيك وميرجبل وتايمينج والكلام ده كله. فانت لازم لو عامله ماركتنج بلان هتكوني محدده الاساس ده، وبناء عليها توصلي هتعرفي هل انت حققتي ولا لا. يعني انا دلوقتي المفروض متارجت عندي ان انا اوصل ل 400 كلاينت، وال 400 كلاينت دول هيحققوا لي مثلا 40000 جنيه مثلا. حلو. طيب لان مثلا كل واحد ليه مبلغ او ليه عائد معين بناء على البادجت اللي انا بحسبها والتفاصيل دي كلها. فلو انت عامله الماركتنج بلان بالكي بي ايز بتاعتها او الاوبجكتيف بتاعتها مظبوطه، هتقدري انت نورمال كده بشكل طبيعي ايه ده، لا انا حاطه اوبجكتيف المفروض خلال 3 شهور اوصل كذا. طب انا دلوقتي اوصل ل 10 عملاء، طب انا دلوقتي في الشهر الثاني وصلت العملين بس، فانا نو واي ان انا اجيب 8 عملاء في الشهر الثالث دي، يبقى انا في عندي حاجه غلط لازم الحق نفسي. فاهمه؟ فانت هتلاقي نفسك بتجري، انت هتلاقي عندك الارم يعني لوحدك كده، فاهمه؟ من البلان نفسها. تمام؟ كان في حاجة تانية. طيب يلا. أنا أصلا already كنت شغالة في شركة، ف كنت شغالة سوشيال ميديا لحد ما بقيت digital marketing، بس هسه حاليا عايزة أشتغل freelance. like إنه أنا بس حامل الماركتينج بلان، يعني إنه أنا أعمل لهم الماركتينج بلان والأسواق كل الحاجات دي، بس like إنه هناك في الشركة بيكون شغل منظم، في ناس تانيين بيعملوا الشغل، يعني أساس I do the work بعدك برسل ال community managing لناس تاني. بس هنا as a freelance ما أعرف، ما حاسة كيف إنه الموضوع ما حيزبط، إحساس إنه لأنه هم small business شديد، وأنا في الشركة كنت باخد يعني نشتغل لناس شركات كبيرة لماركتين كبير، ودول هم small business، فكيف إنه أنا أقدر أوازن بين الحاجتين دول وأشتغل بحاجة اشتغلي على صغيرة؟ بروجكت صغيرة،
اشتغل على بروجكت صغيره، ما تاخديش بروجكت كبيره، لما خدي بروجكت صغيره وابتدي اشتغل عليها، حتى لو انت مش عندك، حتى لو انت مش عندك تزاحم في الوقت او مش عارفه ازاي توازن ما بين الاثنين، اي حد هيشتغل فريلانسر ايا كان ايه هو، حتى لو ما عندوش اي شغل غير ان هو خلاص كرس نفسه الجزء الفريلانسر او الماركتنج مع نفسه، لازم أن ياخد بروجكت صغيره. ليه بقى؟ عشان السايكل بتاعت الكلاينت وازاي تمشي مع العميل، علشان موضوع الحسابات، موضوع تحويلات الفلوس، موضوع الادز نفسها وتظبيط الفيس والكلام ده، السيت ابس بتاعت الاكونتس، حاجات كتير جدا. لو انت واخده اكونت كبير، لا هتلاقي الدنيا، هتلاقي الدنيا بالنسبه لك فيها مشكله. تمام. انا عندي الشركه بتاعتي شغاله في البيزنس سولوشنز، تمام، لحلول بيزنس على السوق الاوروبي. احنا ما بنعديش الثلاث عملاء. يعني ايه؟ يعني احنا مش بنعدي ثلاث عملاء. انا لو معايا ثلاث عملاء ما باخدش الرابع، تمام، مع ان احنا لا احنا بنقدر ناخد الرابع والخامس والسادس، بس لا، في الارم احنا حاطينه لنفسنا، لو عدينا الثلاث عملاء تمام الدنيا هتصحى جدا، لان ده حجم، لان احجام البيزنس كبيره، تمام، فشغلهم كبير، فبالتالي لا انا حاطط لنفسي ان انا مش هاخد اكتر من ثلاث عملاء. فانت اعملي كده، واي حد هيبتدي فريلانسر على مستوى شركه او هيبتدي فريلانسر على مستوى البيرسونال، لازم أن يحدد نفسه انا مقدرتي ان انا اخد كلاينت واحد. طب انت خدت كلاينت واحد، نوع الكلاينت ده اي بي سي، هيبقى ايه بالظبط؟ ناخد عميل اي وايه، شركه كبيره وما الى ذلك، ولا اخد عميل بي، هل شركه متوسطه، ولا اخد عميل سي اللي هو حد شغال مثلا بيبيع اكسسوارز، بيبيع مثلا مش تقليلا من الاكسسوارز ولا حاجه طبعا، بس هو عشان البروجكت بيكون صغير، او مثلا بيبيع مثلا جرابات موبايل بتاع الكلام ده كله، فلا يبقى هو حد صغير اقدر ان انا اعدي كل البروسيس معاه من غير ما يحصل لي تعقيدات. فانت حطي لنفسك كده، ابدأي ببروجكت صغير مع كلاينت واحد، ما تدخليش التاني، حتى لو لقيتي قدامك فرصه في كلاينت كويس جدا والدنيا، لا برضه، لانك في الاخر هتخسري الاثنين، لانك عملتي على نفسك لود انت مش عارفه هتقدري تستحمليه ولا لا. مع الوقت بقى، انا الشهر الاولاني خدت كلاينت، بعد 3 شهور هبتدي اكون واخده تو كلاينتس مع بعض، الشهر بعد يعني خلاص تبقى انت مسيستمه نفسك في الجزء دي. فانت خدي كلاينت سمول بزنس جدا، ويكون كلاينت واحد، ما تكتريش عن كده، لحد ما تست الدنيا بالنسبه لك ايه. والله خلاص انا بالنسبه لي الدنيا تمام، اتس اوكي، جو اون، ومعاكي ربنا ايه. تمام. تمام، شكرا. عفوا. تمام. شيماء، عندك حاجه في الماركتنج بلان برضه؟ شيماء كانت رافعه ايديها، مش عارف. طيب مش عارف، النت عندي قطع طيب ولا الدنيا تمام؟ طيب لا، النت شغال. تمام. خلاص شيماء مش عارف الدنيا عندها ايه. طيب خلينا كده نروح لمنى، كانت منى بتسأل على حاجة. تمام يا استاذ محمد، هو في الكيبورد ايديا تمام. كانت على ابر سج... كانت على بس ابر سجست، فهو في اس او ديفيكولت، في تحت 40 وفي فوق، بيبقى في علامات متعلمة، في اخضر واحمر واصفر، فهو المفروض ان انا اختار الاقوى، هاخد اللي فوق 50 ولا اللي تحت؟ على حسب انت بتلعبي على النيتش، كام نيتش هتلعبي عليه. في الحاجات اللي زي دي بنبتدي نشوف انا هشتغل على كام نيتش في الاول. نيتش يعني ايه؟ يعني انا مثلا بشتغل في اللابتوب، فانا هشتغل على جزء النيتش بتاع لابتوب، ولا هشتغل على نيتش الناس اللي بتدور على اكسسوارز لللابتوب، ولا هشتغل على نيتش بالظبط. فانت حددي النيتش نفسه وشوفي أنا مدى. شغالة على الساعات، شغالة على نفس الساعات. نفس البروجكت ده، تمام. طب اه انت المفروض بتشتغل على نيتشي معينه جوه الساعات نفسها. هل النيتشي دي واسعه ولا ضيقه؟ يعني فيها اكتر من، فيها تعددات ولا لا؟ هو المفروض براند معروف، والمفروض ان هو عدد القطع محددة اللي هم انتجوها. هم كان ليهم اصدارين السنة اللي فاتت، وهم حاليا في اصدار جديد هينزل على السنة الجديدة. انا اشتغلت على
الإصدارين بتوع السنة اللي فاتت، وهما كان تقريبا في 20,000 قطعة، طب والتاني البادجت عندك ايه؟ في مصر من 25,000 لنص مليون. لا البادجت. مفيش، أنا شغالة كده مع نفسي، أنا معرفش هما دنيتهم ايه، أنا بجيب حاجات وبشتغلها أنا مع نفسي اه اوكي خبرة يعني. فهم. طيب هقول لك على حاجه، ابعتي لي طيب يعني ابعتي لي كده اي حاجه، يعني انت شغاله من ويب سايت ولا شغاله سوشيال ولا شغاله ازاي؟ هو حتة السوشيال عندهم ضعيفة، فهو شغالين على الويب سايت وعلى طيب ابعتي لي الويب سايت، أوفلاين. ابعتي لي الويب سايت. انت عامله اناليسيس للسي او أنا بعت بتاعه؟ لحضرتك على فكرة، ايوه الويب سايت ال أنا بعت كل حاجة، وحضرتك قلت لي في الآخر اشتغلي تكنيكال، فهو أنا حاليا شغالة على الجزء بتاع التكنيكال، فهو عملت. هو ده اللي أنا مبعتهوش، اللي هو الجزء الأخير. طب ابعتي لي الجزء الاخير. انت كنت بعت لي الثلاث فايلات اللي هم، انا فاكر كان في ثلاث فايلات كده، كان في ثلاث فايلات باوربوينت صح؟ دي اخر حاجه انا فاكرها، كان في اتنين فايل اتنين اتنين فيهم لبني كده او حاجه. اتنين واحد اتنين واحد نصار جروب، اللي هو منتجات واسلاك، مسامير واسلاك معدنية، والتاني على تاج هاورس. فهما الجزء الاخير ده اللي كان التكنيكال هو اللي ناقص فيها. طب انت، طب معلش ابعتي لي اخر ابديت. تمام اوكي، وعلى فكرة اللينكات برضو انا بعتها لك. انا هرجع للهيستوري عشان كده انا بحب الميل، هرجع للهيستوري بتاع اللي ما بيني وما بينك واشوف الموضوع ماشي ازاي. مفيش مشكلة. تمام اوكي. طيب في السوشيال ميديا سيمينار، بعتين لي ان هما في بيجيني كل يوم ايميل وكده، ففي حاجة تبع الانستجرام ان هو منزلين تمبل بيبقى عليها اسماء براندات، فانا بعدل عليها وانزل الحاجة بتاعتي بتدي انتشار اوسع، فانا خايفة ان انا اجربها. لا بصي هقول لك على حاجه، هو ممكن تخلي التمبلت يعملها لك ديزاينر احسن، يعني التمبلت لما يعملها ديزاينر بتبقى افضل، وفي نفس الوقت بتبقى حاجه يونيك مش موجود منها كوبي. ما نزلهاش من الموقع يعني. تمام لا عادي ممكن تنزليها، بس انا بقول لك الافضل ممكن تشتغلي منهم عادي جدا ما فيهاش اي مشكله، بس انت لو في قدامك افيلابيلتي ان انت تجيبي حد ديزاينر يظبطها لك يبقى كويس جدا، يعني ده هيبقى افضل يعني. اوكي مفيش مشاكل. هو انا خفت من ان علامة البراند نفسه، علامة البراند نفسه لانها بعيدة عن المجال بتاعي، هي دي اللي انا خفت منها. ما عشان كده بقول لك ديزاينر يبقى افضل، وفي نفس الوقت يكون الالوان متناسقه بشكل كبير. لان هما مش هتلاقي متاح كل الالوان. اوكي فاهماني؟ الحاجة التالتة، في حاجة عندي معلش بقى آخر سؤال طولت على حضرتك. لا لا تمام. طب انت في عندي مشكلة الأد مانجر، أنا من فترة كنت كان لقيت في كنت موقفة الإعلانات كلها، كانت خلصت الفترة، فلقيت إن في إشعار جاي لي إن تم خصم فلوس من الفيزا، دخلت لقيت في إعلان شغال، فما اهتمتش إن أنا أفتح، قفلته، افتكرت إن أنا ممكن يكون نسيته أو كده. فبعدها بيومين برضو جاني برضو إشعار، دخلت لقيت في حد مغير في الآد جوه، هو تقريبا هندي أو تركي حاجة زي كده، طب انا في، فدخلت في الإعدادات لقيت في 2 معلنين. بص انت مبدئيا كده اسحبي نعم اسحبي كل الكريدت كارد اللي موجوده تمام، واقفلي البيزنس. انت رابطه ببيزنس اكاونت؟ انا ربطاه بس هما المشكله ان هو الفيس قفل لي حتى الصفحه الشخصيه بتاعتي، طيب قفل كل حاجه، فبعت لهم على اساس يرجعوا لي، وبعت لهم على المشكله اللي حصلت، فقالوا لي راحوا قفلوا كل حاجه. بعت للسبورت ان انا وبعت اللي يثبت الهويه بتاعتي، قالوا لي ان احنا
هنرد عليكي بعد 3 ايام، بعد كده قالوا لي ان في استحالة ان احنا نفتح الحساب ده تاني. ما انا كنت لسه هقول لك كده، انا كنت اقول لك انت حاولي تاخدي حاجتك من عليه لو عرفتي اللي تقدري، وفي الاكونت ده خالص وخشي الاكونت الجديد، لان انت مش كنت عامله سكيور للاكونت بتاعك ومش ربطاه ببيزنس، او مربوط ببيزنس هو كان في يعني في حاجه غلط حصلت دخلتهم، مستحيل يكونوا دخلوا كده يعني، فاهمه؟ فانت كده محتاجه تبني اكونت جديد هما تاخد حاجه. دخلوا اد، هم اكيد دخلوا اد عندي على الفيس عادي على الصفحة الشخصية، فهم كماركتينج وكده، انا قابلت على اساس ان هم ماركتينج وكده، فجأة لقيتهم عندي على الاد مانجر، لان هو مرتبط بالبيزنس طب بالبيج هما اكيد الشخصي بعتوا لك بتاعتي لينك او وعاملة حاجه عليها. يعني لا هما اكيد بعتوا لي بعتوا. اد عادي، بس هو اللي قابلته طب هو عموما فعندي. ده بص، هو عموما ده كده خلاص يعني بالنسبه يعني، عشان بس ما تقعديش تضيعي معاهم وقت وفي الاخر هتلاقي الدنيا انت عماله تضيعي في وقت وخلاص، فانت ابني اكونت جديد خالص خالص، وامسحي الكاش بتاع اللابتوب وبتاع البراوزر، يعني حاولي تنظفي الدنيا كده في البراوزر عندك. عملت واحد على الموبايل بس مش عايز يفتح على اللاب، لما بفتحه بيرجعني لنفس القديم. لا انت بصي، انت مش حاولي عارفة هم ابني، واخدين الاي دي ولا ايه الدنيا، مش عارفة بالظبط. ما هو بصي الموضوع هيكون بقى محتاج متابعة، مش انت محتاجة ان انت تبتدي ان انت تبني كل حاجة من جديد من الاول خالص وتسيبي القديم ده اطلاقا، بس انت لازم تعرفي هم دخلوا على ايه بالظبط، تبتدي تسيرش بقى ورا الموضوع تشوفي هم دخلوا على ايه، ليهم صلاحيات على ايه، الكلام ده كله، ولما تبني الاكونت الجديد ما تربطهوش معلش، هي بالمواطنين. المشكلة دي حصلت معايا بسبب ايه؟ بصي هي المشكلة دي مش يعني منتشرة جدا تمام، وبتحصل مع ألو؟ شركات، نعم؟ وبتحصل مع شركات كتير يعني، المشكله دي مش معمونه بس او واحد بس، مع شركات كتير، بس ده بيكون لازم أن يكون في حاجه على اللابتوب اسمها الفاير وول تمام، لازم أن نتاكد ان هي مقفوله، دي اول نقطه. تاني نقطه لازم أن نتاكد ان كل الاكونتات بتاعتنا مربوطه ببزنس اكونت، والبزنس اكونت ده مربوط بجيميل بتاعنا، وما ندوس على اي لينكات مختلفه ولا يعني اي حاجه غريبه نكون حذرين فيها، بس لان ساعات بتلاقي الدنيا بالنسبه لك بلينك واحد باد واحد باي حاجه تلاقي الدنيا دخلت في بعضها. لا مش فاهمة، يعني هي بالصفحة الشخصية بتاعتها عملت إعلانات فده حصل معاها بسبب كده؟ لا هو مش بسبب كده، هو اكيد في لينك اتبعت او في حاجه حصلت، انا ما اقدرش طبعا احددها او ما اقدرش اعرفها كده بالكونكشن ده، لكن في حاجة شور، في حاجة حصلت، لينك اتبعت، في حاجة حصلت، سواء لينك سواء تداخل، أكيد في حاجة حصلت خلتهم يدخلوا على الأكاونت، مستحيل إن هم يكون من بص الأدمين. بص بص حضرتك، هو بص حضرتك، هو انا عامله الفيس الشخصي بتاعي هو اللي بضيف عليه الصفحات، فمنه عامله بيزنس اكاونت، من البيزنس اكاونت ده عامله متابعات اللي هو فيها عقارات، في ديزاين، في سياحه، عامله متفرعات منه جوه، بس الاساسي الشخصي. ماشي اوكي، ده هما مفهوم. دخلوا، حد بعت لي، حد دخل، انا عندي على الاكونت 5000 شخص، ما اعرفش منهم تقريبا 3 4 تمام، او انا ماليش علاقه ب 3 4 عليه يعني، فاهمه؟ فال 5000 اللي عندي دول يعني فاهمه، مستحيل حد منهم يخش كده عندي، فاهمه؟ اكيد في حاجه حصلت بس مش اكتر، انا اكيد ما مش عارف الحاجه اللي حصلت دي هتبقى ايه، اوكي فانت هو ما علينا. هو انا عملت حذف للصفحات كلها وللبيزنس وكده، فقالوا لي ان هو خلال فترة شهر هيترد على، هيتقفلوا، بس في الفترة دي انا عملت اكاونت عندي على الموبايل، لما بفتحه على اللاب مش بيفتح، بيقول لي بيرجعني بان هو عاوز يفتح اللي انا المفروض قفلته. هو انا مش عارف فاهمني بصراحة، ازاي؟ لان الحاجات دي لازم نفتح ونشوف الدنيا فيها ايه، وفي كده اكيد حاجة حاصلة انت مش واخدة بالك منها وانا ما اقدرش اقيمها كده، لازم الحاجات دي تتبعت او نخش سوا ونشوف الدنيا فيها ايه يعني، دي لازم طيب حاجة. هو انا لو عملت ابديت للويندوز وكده
طبعا عملت هو ابديت للاب نفسه، انت اعملي ابديت وممكن الحاجه دي للويندوز واعملي الفاير وول زي ما قلت لي، حاجه على لابتوب اسمها الفاير وول لازم تبقى متفعله، ولازم كمان تظبطي تخشي عليه من اكونت جديد فيسبوك جديد، وتنظفي الدنيا كلها وتمسحي الكاش لو انت بتاع، لو انت قبل ما تغيري الويندوز والكلام ده كله، لازم تنظفي الدنيا. بعد إذن. هو الفاير وول ده هو اللي بيخلي الجهاز يكون أسرع، لأن أنا الجهاز عندي بدأ لا هو يبوظ مش اسرع، وشوية. هو ملوش علاقه باسرع، هو بس بيكون جدار امان لاي حاجه بتخش، لازم طيب يعني اكسس. طيب في برنامج معين أنزله على اللاب بتاعي أنا لا لا ويندوز وكده؟ ولا اي حاجه، الموضوع كله يكون فيه فاير وول وانتي فايروس نظيف وبس، ولا اكتر ولا اقل، وما تدزيش على اي لينك وخلاص، يعني ما يجيش كيش في حاجه يعني، ما تعملش اي حاجه حاسه طيب ان هي غلط مش او مش الويندوز فاهمها نفسه، في الويندوز نفسه. مش هو بيكون فيه انتي فيروس فانا ما نزلش حاجة من بره؟ لا 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 ما فيش الكلام ده. بصي وانا اصلا بتاع ده هندسة شبكات، فالقصة دي كلها اي كلام. هو الفكرة اللي انا بقول لك عليها لازم يكون في انتي فيروس نظيف وانتي فيروس وبتاع ده وتفعلي الفاير وول على الجهاز بس، ولا اكتر ولا اقل، مش محتاجة حاجة اكتر من كده. طب هو ايه طيب الانتي فيروس الكويس اللي نزله؟ يعني بصي هو يعني في حاجة اسمها تيست، بس ده اللي انا حاطه عندي، وكمان بقالي كمان فترة مش حاطه كمان، فبس وحاولي تظبطي مع حد بتاع اي تي عشان يشوف اللابتوب بتاعك ايه اللي يتناسب معاه، ما يبطئوش ما يسرعوش الكلام ده كله، يعني لو رجعت الاي تي بالنسبة لك هيظبط الدنيا دي بشكل كبير يعني. بس انا مش عارفه حد اي تي. طيب هشوف لك انا حد عنده اي تي بسيطه، مش او في اي هو جروب. في تطبيق اسمه تنتكتور، فهو ده المفروض ان انا اوتنتكتور، ده المفروض ان انا باخد رقم سري بدخله لو فتح الفيس بتاعي من اي جهاز غير اللي انا بستخدمه، بس ده انا عملته لسه حديثا يعني. هي بصي هي الطرق كتيرة، المهم ان انا بس الحاجات الأساسية يكون في انتي فيروس وتفعيل الفاير وول بس، دي دول أهم حاجتين. تمام يا مستر، أنا هتابع معاك في الحتة بتاعة الـ IT دي. شكرا جدا تمام لحضرتك. ما فيش مشكلة، وانا برضو لو عايز تتابع معايا على الميل زي ما احنا بنتابع ما فيش مشكلة. تمام، أوكي تمام، تمام هتابع معاك مع حضرتك البلان تمام والأبديت الأخير اللي أنا عاملاه في البروجكت اللي عندي. خلاص اوكي تمام. رنا كانت بتسأل برضه على متشكرة حاجه، جدا. عفوا اسلامي، رنا كانت بتقول هي الحاجات اللي في البلان حضرتك وريتها لنا دي انا بحددها كلها مع الكلاينت اللي انا شغاله معاه ولا بحددها ازاي؟ بص على حسب رنا، انا مش عارف هي رنا معانا ولا خرجت، على حسب يا رنا هل العميل ده عنده فكره عن البيزنس ويعني ايه ماركتنج بلان ويعني ايه استراتيجي والتارجت اودينس والكلام ده، وانا لو قلت له البقين دول بالانجلش هل بالنسبه له الكلاينت ده فاهم انا بقول ايه ولا مش فاهم؟ لو هو فاهم فانا بكلمه فيهم، لو مش فاهم باخد منه الانفورميشن وانا بعمل لها ترانسليت على البلان بتاعتي، يعني ما بروحش اقول له انت التارجت اودينس بتوعك مين؟ لا انا ما بقولوش كده، انا بقول له انت بتبيع لمين؟ مين الناس اللي بتشتري منك؟ تمام. طب الناس اللي بتشتري منه، وابتدي اخد كل الانفورميشن اللي اقدر عليها منه. تمام، وبعد ما باخد الانفورميشن ببتدي انا ادرس الكلام ده، هل الكلام اللي بيقوله ده لوجيك، السوق فعلا مستحمل الكلام ده ولا لا، التفاصيل دي كلها. فانا لازم بشتغل على ان انا باخد البريف منه واخد منه التفاصيل، وبعد التفاصيل ببتدي ان انا اشتغل على هل الكلام ده هينفع ولا لا، هل الكلام اللي بيقوله ده يعني في السوق او الماركت نفسه متاح وفعلا الكلام اللي بيقوله ده مظبوط ولا لا. تمام، فانا لازم ده اخد بالي منه، فانا بشتغل على نقطتين، اول نقطه ان انا باخد البريف منه وافهم منه التفاصيل، تمام، على حسب طبعا طبيعه اللوجيك بتاعه هل هو بيفهم وهيقدر يفهم مني الكلام ولا لا. النقطه الثانيه باخد الكلام ده وادرسه واعمل اناليسيس واشوف الكلام ده صح ولا لا، الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. تمام، حتى لو هو هيفتح المكان او حتى لو هيفتح المكان جديد، محدش بيفتح بيزنس جديد غير لما بيكون عنده اكسبيرينس في الموضوع مينيمم سنه ونص ولا حاجه.
تمام، لازم يكون عنده اكسبيرينس سنه ونص في المجال، لان هو اكيد شاف في فكره معينه هو يقدر يقدمها في البيزنس ده او في الماركت ده مش موجوده، فهو قادر يقدمها. تمام، فحتى لو هو هيفتح جديد عادي جدا، ما هو عنده فكره. يعني مثلا واحد هيفتح كافيه جديد، تمام، اكيد هو كان شغال في كافيه قبل كده وفاهم السايكل ماشيه ازاي. واحد هيفتح مثلا شركه ريال استيت، هو كان شغال سيلز في الريال استيت وعارف يبيع ازاي، عارف يشتغل ازاي، وواخد مثلا ام بي اي او حاجه، فقادر ان هو يمانج الدنيا ومعاه بادجت كويس. تمام، فلا اكيد هو عنده كونسبت، يعني مش هيفتح كده وخلاص. تمام، الا بقى لو انا باخد منه البريف هو مش فاهم هو بيقول ايه، فاوريدي البروجكت ده في الضياع اصلا. تمام. عفوا، تسلم. معلش أنا شكرا، أنا شيماء، معلش كان حصل عندي مشكلة المرة اللي فاتت، كنت بس حابة أسأل حضرتك، الصوت كده واضح؟ تمام، انا سامعك. أنا كنت محتاجة أسأل لو في إيه التول أو الويب سايت اللي أنا ممكن أقدر أستخدمه في الأنالايز، عشان أنا كنت بستخدم قبل كده الفيسبوك أنالايز. تمام، بصي في حاجة، اوكي، انت بتخشي على بيزنس سيوت ومنه بتخشي على الجزء بتاع الاناليتكس، ومن الاناليتكس بتخشي على بوتنشال اودينس، وبينها بتعملي الكلام ده ثلاث تمام، خطوات. ده لل اوكي، يعني من الفيس من البيزنس. من البيزنس سيوت عادي. اوكي تمام، طب لو انا حابه اعمل انالايز للويب سايت. لو حابه تعملي اناليسيس للويب سايت بتروحي على سيميلر ويب، تمام، وتشوفي الويب سايت تفاصيله ايه بالظبط. في سيميلر ويب هتلاقي التفاصيل اللي انت عايزاها عادي. اوكي، شكرا جدا لحضرتك، ميرسي لوقتك جدا بجد، وشكرا مجهود ربنا حقيقي، يوفقك. أنا بستفيد جدا من حضرتك، شكرا جدا. عفوا، تسلم. تمام، اوكي. المره دي على فكره الناس اللي حضرت هي محظوظه جدا، يعني المره دي من يعني من امتع المرات اللي عملنا فيها يوم جمعه من فتره شويه يعني. ف يعني كويس، وطولنا كمان. ف بجد شكرا جدا للناس اللي حضرت، ونتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وربنا يوفقكم ان شاء الله. ولو حد عنده اي حاجه او اي سؤال يبعت عادي على الميل في اي وقت، مفيش اي مشكله. معلش مرة أخيرة، يا ريت تنزل بكرة، لأن كل المعلومات فعلا لسه في بالنا، فحابين نعمل أبديت أكتر للمعلومات. تمام، اوكي، حاضر، ميرسي جدا، مفيش اي مشكله، حاضر، هحاول بجد تنزل بكره. اوكي، مفيش مشكله، بس الفكره ان احنا الفيديو بيبقى الجمعه، فالسبت اصلا التيم اجازه، فعبال ما بينزل بالحد بس انا هحاول انا اعملها بنفسي، مفيش مشكله. تمام، مفيش مشكله. وطبعا يوم الاثنين بنتقابل على كلوب هاوس زي ما احنا، ويوم يوم الجمعه ان شاء الله زي كل جمعه. فاشوفكم على خير ان شاء الله. هو كلوب هاوس الحاجات عليه متسجلة؟ بصي، هو اخر هي بتتسجل وتنزل على تليجرام، بس اخر مره لا، ما نزلتش، بس هو في الطبيعي طيب، بتتسجل لو عادي. التليجرام تمام، حلو قوي. ما هي بتتسجل طبيعي، دايما اللي بيحصل ان هي بتتسجل وتنزل تليجرام، ده طبيعي يعني، ده اللي طيب احنا ماشيين ازاي عليه. ادخل التليجرام عندكم؟ طيب بصي يعني بصي في اي حته، اي بلاتفورم هتعملي سيرش على اسمي هتلاقيني، محدش اسمه نفس الاسم، او محدش عنده نفس اليوزر نيم ده. ببعت تمام، برضه يعني هلاقي الأيقونة بتاعة التليجرام فهدخل، صح كده؟ تمام. فانت في اي حته هتعملي سيرش على الاسم ده، على اي بلاتفورم ايا كانت ايه، هتلاقيني، انا مش هتلاقي حد تاني بنفس الاسم يعني. اوكي ماشي، اوكي، بعد اذنك يا محمود، هو المفروض ان الجمعة الجاية هيبقى اوفلاين، صح؟ الجمعة الجاية فعلا اوف لاين. طيب انت وعدتنا ان انت هتسجلها. لا، انا ما وعدتش، انا قلت هحاول، انا قلت طيب هحاول، بس انا وانا هحاول بدبسك، فعلا، خلاص تمام. بس انا قلت احيانا. والمفروض المره الجايه هنتكلم عن ازاي نعمل ديجيتال ماركتنج بلان من اي تو زي بالكيسز يعني. في خليها وعد وخليها تدبيسة بقى وسجلها لنا. والله حاضر، مفيش مشكله، هحاول فعلا ان انا المره الجايه اسجلها يعني، مفيش مشكله، خلاص حاضر، تمام، اوكي، شكرا جدا. عفوا. تمام، اوكي، خلاص، ان شاء الله اشوفكم المره الجايه، وتصبحوا على خير.